مساء الخير. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون عميلا لحزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي فيكتور ليبرمان يشن حملة واسعة ليس على حزب الله وحده بل على الجيش اللبناني في كلام غير مسبوق، وهو اعتبر أن الحرب المقبلة في الشمال ستكون على جبهة واحدة ضد سوريا ولبنان معا، وأن الجيش اللبناني أصبح جزءا من منظومة حزب الله. فهل نحن على أعتاب حرب جديدة؟ لماذا يستمر حزب الله بالتصعيد ضد المملكة العربية السعودية رغم مناشدات اللبنانيين بعدم المس بأمنهم الاجتماعي ولقمة عيشهم؟ هل وصلنا مجددا إلى نقطة فرز اللبنانيين يا أبيض يا أسود؟ ما في رمادي. هل نحن فعلا في مدار تشكيل جبهة معارضة للمحور الإيراني بعدما شكل مبدأ الحياد بندا في التسوية الأخيرة؟ ما هو دور الشيعة تحديدا خارج الثنائية المعروفة، وهل سيسمح لهم بأكثر من اللعب بحسب وصف مصدر في الثنائية للقاء الذي جمع نخبا شيعية الأسبوع الماضي بحيث قال تركوهم يلعبوا؟ أفاق المرحلة وشخصيات من هذه الثنائية الليلة في حلقة انترفيوز، وسيكون معي باستوديو رئيس المركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. أرحب أيضا بالصحافي علي الأمين الذي هو أيضا جزء من هذا النداء، نداء المواطنة والدولة. وينضم إلينا بعد قليل رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ، وبعدين رح نحكي السينما مع الإعلامية الصديقة ديانا مقلد، ومن ثم نختم مع مديرة التنفيذية لشركة لبنيز ميمز شفيقة اللبان. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بكم. بداية، هل هذا إطار حزبي؟ ما هو هذا اللقاء الجديد وشو أهدافه؟ أولا أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. هذا النداء هو نداء الدولة والمواطن، لأننا نعيش أزمة الدولة ولأننا نعيش أزمة المواطنة كان هذا النداء، لأنه نحن في بلد الدولة في خطر. مؤسسة مفهوم الدولة، ما هو مفهوم الدولة؟ أولا نحن نتطلع إلى مفهوم حديث وعصري للدولة. ليست الدولة المفترسة، وهذا اصطلاح استعمل بالاقتصاد، الدولة المفترسة التي تحتكر الموارد وتحتكر الأعمال، هذه الدولة انتهى عصرها. حتى الدولة اليوم اللي نحن ارتضينا كشعب لبناني من خلال العقد الاجتماعي انه نقيمها، كمان هي تتعرض الى ازمة، فاذا فيها ازمات. نحن بدنا نقول انه لابد من صياغة جديدة، ولابد من صيانة جديدة لمفهوم الدولة في الفرد ومفهوم الدولة في الممارسة، لأننا أمام أزمة حقيقية. بدي شرح معك لاحقا شو هو أهداف هذا اللقاء وغيره، ولكن اليوم أطلقت هذا اللقاء لكي يقف أمام الثنائية الشيعية. لم يفهم من ذلك إلا هذه النقطة وهي الأوضح للجميع. أولا لا تختزل هذه الصرخة فقط في الوقوف في وجه الثنائية. نحن لدينا مشروع وطني ومشروع إصلاحي على المستوى الوطني. عفوا، لو كان هذا مثلا صحيح وهذا هو الهدف، كان معكم مفروض شخصيات من مختلف شرائح المجتمع، من مختلف ما يسمونه مكونات الطائفية الموجودة. أنتوا أصريتوا أن يكون لقاء شيعيا، وبدكم تسموه كمان يعني نداء المواطنة، وفي حين أنتم فعلتم كما الآخرين، يعني فرز اللبناني من طوائف. أولا نحن ليست الصورة والمشهد اللي شايفه الشعب اللبناني ليست الصورة النهائية لهذا التحرك. هذا التحرك سوف ينضم إليه كل شرائح المجتمع من كافة الطوائف والأطر. أما أن يخرج من البيئة الشيعية، لأن البيئة الشيعية اليوم فيها الدواء وفيها الداء، يعني كل الشعب اللبناني بيصوب حول معوق الدولة، معوق مفهوم الدولة، اللي بيقول اليوم انه في دويلة داخل الدولة، هي المنظومة اللي بدي اوصلها. بس ما بتشبهوا كتير الدويلة لما تكونوا انتم موجودين على اساس مذهبي صرف، هيدا اللي عم بتعانوا منه بلبنان، عملتوا مثله. بس خليني رح ارجع انتقل لعندك سيد. فعلا اليوم اللي عم بيسمعكم واللي عم بيشوفكم بيطلع بيقول ما في بقى اي اطار يلتقوا حوله اللبنانيين الا الاطار المذهبي الطائفي الضيق، بعدين عم بيقول لي سينضمون
أن تكون النواة بالأساس شيعية، خلاص ما في، عملت صبغة مذهبية لهذا اللقاء؟ ما بيعني إذا كان الموجودين شيعة فهم ينطلقون من فكرة طائفية أو مذهبية، هذا ليس صحيحا. نحن أساسا بوجوهنا نحن وجوه مدنية، لكن انطلقنا من مناطق وفي خصوصية مناطقية وفي خصوصية شيعية، لكن هذه الخصوصية الشيعية مش جاي لتقول نحن الشيعة، جاي تقول نحن رايحين على الدولة المدنية، لاقونا على الدولة المدنية. ونحن أيضا ليك تفضل في سماحة الشيخ بكمله، نحن استكمال لحراكات مدنية اليوم عم نشوفها بالبلد على أكثر من مستوى. الخصوصية الشيعية، لأنه لأقولها بوضوح ليش نحن قلنا هذه الخصوصية، لأنه مع الأسف كل الحراك المدني إذا بتراقب من وقت آب، من وقت يعني من سنتين حتى اليوم، وكل المجموعات اللي تحركت على المستوى المدني وهي مشكورة وأخذت قضايا، طرحت قضايا متعددة قانونية ومطلبية وما إلى ذلك، لكن كنا نلاحظ أنه في تهيب من الاقتراب من الثنائي الشيعي. كل ما يقربوا صوب موضوع حزب الله وأمل بنشوف فيه كأنه جفلوا، احكوا بكل شيء بس ما تحكوا. ولذلك كان هذا الحراك المدني مفتقد بالبقاع، مفتقد بالجنوب، ما في أي حراك، في تهيب من انتقاد هذه يعني وتحديدا دور حزب الله اللي كان واضح سطوته على السلطة وعلى الحكم. نحن جينا نقول نحن من داخل هذه البيئة، خاصة كلام عن الشيعة وليس في إطار القول أنه نحن شيعة. في حدا عم بيقول أنا عم بقاتل بكل الدنيا باسم الشيعة، نحن عم نقول بكل بساطة أنه نحن من ضمن هذه، نحن لبنانيون أولا وشيعة ثانية، مش شيعة بس عفوا بشيعة. سيد، اليوم في نظرية بلبنان بتقول أنه الإصلاح يأتي من داخل هذه الطوائف والحركات مش اللي ممكن مش تنشأ مش هي من داخل. ما بندعي أنا حلول، ما بندعي لا 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 حلول. بس أنه لو اليوم الشيعي الغاضب اللي منه حبيب الثنائية، من أحد أسباب غضبه وحنقه على هذه الطبقة السياسية هي لحظة هي فرز اللبنانيين طوائف ومذاهب. لما يرجع يقعد يتفرج ويشوف أنه في مجموعة مثقفة معارضة طلعت بنفس الإطار، لا لا مش طالع، لا لا إذا قريت البيان معلش قبل ما أوصل للمضمون الشكل المهم، البيان الشكل المهم ما بيمنع. إذا ما فيك تقعد لبنانيين بلقاء وطن اليوم كلهم مع بعض، ممكن يكون شو بتفرق عن غيرك؟ لا لك شو بفرق، ممكن يقعدوا من كل الطوائف ويكونوا طائفيين. يعني ممكن تشوفي الآن سني وشيعي ودرزي ومسيحي ولكن طائفيين، لكن بجيبوا المفروزين من الإطلاع هني طائفيين، وممكن تشوفي مسيحيين فقط وليسوا طائفيين. ما بدي يعني، لأن احنا مش عم نطرح قضية، مش عم نقول الشيعة بدهم، بياننا لا يقول الشيعة يريدون كذا ذلك، أو نحن عم نطالب للشيعة بأنه يكونوا إلهم المنصب الفلاني أو إلهم هالوظيفة. نحن ما عندنا أي كلام في هذا السياق، ما عندنا مطلب أبدا طائفي، ولكن ننطلق من هذه لأنه في بنشعر في مصادرة وفي كلام باسمنا عم ينقال، في كلام عم بينقال باسمنا باسم الشيعة. نريد أن نقول أننا نحن ضمن هذه البيئة لنا رأي مختلف، والفضاء الشيعي لا يمكن أن تحتكره لا ثنائية ولا ثلاثية ولا رباعية، لكن نحن رايحين ونحن نقول أن قلنا أننا لبنانيون ثم شيعة، لكن نحن رايحين على الدولة المدنية، رايحين على تطبيق الدستور، على تطبيق الطائف، ما رايحين على رفع وتيرة أو رفع وتيرة الخطاب المذهبي اللي نحن عم ندفع ثمنه. نحن أناس ما بتوافق مع ثمن مصداقية الذهاب إلى الدولة المدنية بتكون أكبر لو كان اللقاء من انطلاقته لقاء متنوع. يعني ما بتحس انه هذا اللقاء ليس نهائيا لما فكرنا فيه وعملنا عصف فكري وقررنا انه نروح شيعة فقط؟ لا، مين فكر بهالطريقة؟ نحن لقينا انه نحن في عنا خصوصية وفي اهمال لهذه الخصوصية. بأي معنى اهمال؟ في تهيب من كل الاطراف الاخرى لمقاربة هالوضعية. في حدا عم بيقول لك هول الشيعة يروحوا يصطفلوا بحالهم، عم بيقاتلوا بسوريا يروحوا يدبروا حالهم، عم بيعملوا يقاتلوا إسرائيلي يروحوا يدبروا، نحن ما خصنا، احكوا بموضوع آخر. هذا على مستوى السلطة عم بيصير وعلى المستوى السياسي المعارض عم بيصير، بدكم تقولوا انه في شيعة، لكن نحن عم نقول نحن من هذه البيئة ونرفض. لنا رأي لون آخر، ونرفض الحديث يعني نرفض الذهاب إلى مغامرات باسمنا،
ونحن نعلن ولائنا للبنان ونقول أننا لبنانيون وذاهبون إلى مشروع الدولة المدنية. واضح. الدولة. طيب شيخ، هون هذا اللون اللي عم يحكي عنه البعض بيقول إنه أخضر مثل علم المملكة العربية السعودية. جريدة الأخبار في مقال لليا أزي قالت إنه السعودية هي التي جمعت هذه الشخصيات الشيعية بعد سبات طويل. يعني هيدي من جملة الدعاية الفاشلة اللي يعني تتوجه إلى أي رأي يريد أن يقدم بديلا عن سائد يختزل الصورة اليوم. أما أنه السعودية، فالسعودية هي يعني بعيدة كل البعد، أو نحن بعيدين كل البعد عن الارتهان، يعني ما حاطين حالنا أبدا بسياق الارتهان لأي جهة. ما نحن جايين تزورون المملكة؟ أنا مرة واحدة زرتها بلقاء بحثي في مؤتمر يعني حول الشيعة العرب، كانوا يريدون أن تكون مقاربة لوضع الشيعة وفهم الشيعة وفهم الخصوصية الشيعية، ورحنا يعني ذهبنا قدمنا ورقة عمل وغادرنا في ليلة واحدة. طيب لما يكون في صراع، لما يكون في صراع اليوم من ممتد، صراع إيراني سعودي ممتد على كامل هذه المنطقة، تجي مجموعة من الشيعة تقرر توقف بوجه الثنائية الشيعية، لا مش طبيعي يجوا يقولوا انه هؤلاء ولاهم السعوديين. ما نحن شو عم نقول؟ نحن عم نقول انه هذه الحروب العبثية التي تنطلق في كل المنطقة وسوف تحرق الأخضر واليابس، ما نحن عم نقول انه بدنا خطاب العقل اللي يمشي بين السعودية وبين إيران، وبدنا خطاب العقل يمشي بين كل الدول التي يعني تتناحر اليوم، لأنه واقعنا العربي أصبح رديء مهدد بالانهيار. يعني إذا ما خرج سلة ليست مرتبطة بأي مشروع وليست مصطفى، ونحن نرفض الاصطفاف بين المحورين القائمين، وعندنا مشاكل. نحن عندنا سؤال على 25 سنة السائد الشيعي يعني حكم الساحة بشعارات المقاومة وبشعارات رفع الحرمان حركة المحرومين وبشعارات شتى، وصار لازم أمام كمان أمام تحول في قانون الانتخاب الذي يسمح في المشاركة بنسبة ما، لقينا حالنا أنه نحن مفترض أنه نقدم رؤيتنا ونحاكم 25 سنة الماضية، نشوف وين أفلحوا أصدقائنا. هذه المشاركة بدها كمان مساهمة مالية كبيرة، من سيمولكم؟ أنت بتعرفي أنه نحن لازم نقدم مشروع شفاف وبرنامج ورؤية. أنت عم تحكي عن برنامج لازم يواجه 25 سنة، لابد له من رؤية ولابد له من شفافية، لأنه كمان ما ننتقص من اللي اشتغلوا بهال 25 سنة وقدموا ما يمكن تقديمه، لكن المشهد بعده فيه كثير من النتوءات. نحن جايين نقول أنه بدنا نتنافس لخدمة أهلنا، ونتنافس لبناء دولة وبناء صيغة مواطنة، يعني يشعر المواطن أنه متساوي في الحقوق والواجبات، مش دولة ريعية ولا دولة أزلام ومحاسيب. يعني ما في حدا اليوم بيتوظف إلا إذا كان محسوب على طرف سياسي حاكم اليوم بالسلطة. لذلك نحن بدنا نقول أنه في ناس أتباع لطوائف كبيرة لكن لا تصل إليهم الخدمة ولا تصل إليهم. شيخ ما جاوبتني الكلفة، خليني الانتخابات من وين بتكون؟ خليني أقول لك، بالغرب معروف أنه في عندما يأتي حزب أو تجمع أو لقاء أو نداء ليخوض معركة انتخابية بيقدم برنامجه وبيقدم ورقة عمله وبيدعي إلى تبرع لهذا التوجه. رح تتكلوا على التبرعات؟ طبعا تبرعات وبطريقة شفافة من مباشرة من الناس، يعني كراود فاندينج. لا بس بدي أقول أنا نقطة بهالسياق، يعني بمزيد كن واضحين تماما. نحن واقفين ضد التمويل الإيراني وضد التمويل القطري، بالأولى ضد التمويل السياسي السعودي، وهذا موقف حاسم. يعني لو عرض عليكم بدهم يتبرعوا انتم مش قابلين؟ نحن ما رح كيف تمويل، لا يطلعوا يعملوا لنا جامعة بعلبك الهرميل. التمويل السياسي يكون على راس السطح. ما عندنا اوهام، لا خليني اقول، ما عندنا اوهام. نحن ما عم نقول انه بدنا نلغي امل حزب الله، نحن عم نقول هذا الفضاء الشيعي هو اوسع، وحتى الرئيس بري او السيد حسن نصر الله هني قالوا
هذا القانون الانتخاب نحن معه ورغم أننا سنخسر بعض المقاعد بهذا الأمر. نحن منا جايين الآن بالصدفة عم نعلم موقف، نحن دافعين أثمان. نحن موقفنا إن كانت السعودية مع إيران أو إن كانت ضد إيران، مش معيار موقفنا شو قالت السعودية. إذا بكرة اتفقوا السعوديين والإيرانيين يعني نحن بتنحل مشكلتنا؟ سيد، اليوم اللبنانيين حالتهم بالويل، لا تجي تنطر تمويل من فلس الأرملة. مش فلس الأرملة، أنا مسؤول، بمعنى أنا عندما أعترض نحن كناس لقينا علينا مسؤولية، نحن نعبر عن موقف ونعترض ونقول موقف ونشير إلى الخطأ ونشير إلى الفساد ونشير إنه كيف عم بيصير نهب العالم وكيف عم بيصير نهب الدولة. أمام محطة انتخابية أنت ملزمة بأن تكوني معنية بهالمحطة. بتقولي لي الآن إنه منابك تجيبوا تمويل، تأكدي إذا بده يجي لقلك واضح، لو واضح ببساطة بس يجي تمويل. أولا نحن لا ندعي أساسا في وجوه أخرى غيرنا. طيب فيك تقولي في الرئيس حسين الحسيني، في محمد يوسف بيضون، نحن لا مش نستقطب، نحن بروح لعندهم بمعنى أننا نتكامل معهم. وفي أجواء أخرى غير شيعية، يعني أنا عم بقول هذا اللقاء لا يدعي أنه يشكل الجبهة الجامعة في مواجهة، لا، بالأساس مثل ما بلش سمحت الشيخ وقال نحن رايحين في مواجهة السلطة. مين حليفكم بالانتخابات؟ السلطة بكل مكوناتها. لحد حليفنا المجتمع المدني، كل القوى السياسية المشاركة. كمان جريدة الأخبار قالت أنه أنتم على حلف مع القوات اللبنانية. لا لكون واضح تماما، هذا مسألة محسومة تماما. نحن بالتحالفات متحالفون مع كل القوى التي تقف في وجه السلطة بكل مكوناتها. طيب استحلفتم مع القوات أم لا؟ خليني أنا بدي أقول أنه بمسألة القوات نحن في يعني هذا الأمر المبدأ الأساسي، وبالورقة إذا بتشوفي النقد الأساسي رايح على السلطة، السلطة بكل مكوناتها. نحن بس عنده بعتقد شيخ على مسألة التحالف مع القوات، رح نرجع أنه بمسألة نحن الأساس. بس بدي أقول أركز على نقطة، ممكن الشيخ يكون عنده تفسير آخر، لكن أنا رأيي نحن متفقون على أننا نذهب في مواجهة السلطة، كل السلطة بكل فرقاء، ونتلاقى ونتكامل مع قوى المجتمع المدني اللي عم تتشكل اليوم، عم تشكل لوائح في كل لبنان. أنا شفت بهالأيام الماضية أنه يعني أخضعنا لتحاليل ولفحوصات وطنية وقالوا أنه فرصة كبيرة إذا ما كان مرتهن هذا اللقاء لأحد. أنا بدي أقول لك شغلي أنه اليوم خصومنا أو اللي متضررين من هذا الحراك بدهم يحطوا لك عقبات كبيرة وبدهم يحطوا اتهامات كبيرة. أولا نحن ما فينا نسكر على أي مكون في التحالف، هي مبدئيا يعني حتى يعني أمل عم تقول إنه في تحالف مع القوات. لا مش بدي أخبرك بس شغلي إنه أنت فيك تتحالفي مع كل العالم على أساس برنامجك اللي أنت بدك توضعيه. فاليوم القوات اللبنانية انه الصوت المسيحي ببعلبك الهرميل او الصوت السني ببعلبك الهرميل اللي نحن بدنا نتحالف معه وبدنا نحرره من استئثار من كان يعد اللوائح في السابق. يعني حكيتوا مع بعض، في اخذ وعطاء، في اجتماعات، في شيء بيقول تنزل هذا الكلام وينكتب، كتبته زميلي ميسم رزق. خليني بس اوضح لك اياها بعجالي. اللقاء مع الجميع نحن موجود، في لقاء، في لقاء مع المستقبل، وفي لقاءات مع حتى مع جوانب من حركة أمل نلتقي، وإخواننا بحزب الله قد نلتقي معه. هيدا عم نحكي عن تحالف، مش إنه لقاء. ما قلت تحالفوا يعني مع حزب الله؟ إذا كان بده يعدل ببرنامج ويجي على المساحة اللي نحن بدنا نوضعها نتحالف نحن وياه. إذا بده يجي على البرنامج الانتخابي اللي نحن بدنا نوضعه. تحالفتوا مع القوات وانتهت الأمور؟ لسه بعدنا لسه ما بدأ التحالف. مش عم بياخد جواب واضح لمنك ولا من السيد. أنا لا، خليني أكون بهالمسألة واضح تماما. هذا اللقاء عمره أسبوع أساسا، يعني ليس بعده، ونحن ونرصد ردود الفعل، وهو شكل لجنة تحضيرية في هذا السياق وبعد ما قام بأي خطوة. لكن المبدأ الأساسي وهذا واضح تماما وهذا الكل شبه مجمع عليه، ممكن يكون في آراء تانية لأن نحن لقاء شخصيات وليس لقاء حزبي بالمعنى، لكن الوجهة أننا في صف المعارضة في مواجهة هذه السلطة في كل مكوناتها. بالمبدأ ليس هناك تحالفا مع أي فريق داخل السلطة
واننا نذهب مع كل الفئات، لانه انت عم تشوفي اليوم بالبلد بس كلامك عم تتشكل، انتم مش متفقين مع بعض، لانه كلامك عم بناقض كلام فضيلة الشيخ، عم بيقول ان احنا بنحكي مع الكل، انت عم تجي ضد السلطه. انا 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 مش متفقين على الاجنده. لا لا، متفقين ضد السلطه. البيان بيقولها، البيان ماذا يقول الشيخ؟ موجود. انا سمعتك صح. اولا اللي تفضل فيه وقال انه هذا اللقاء امره اسبوع، صحيح في جهود بدأت قبل هذا البيان، بس قبل اللقاء وبالبيان لازم تكونوا متفقين. انتم معركتكم ضد مين؟ ضد فساد السلطة، ضد السلطة، ضد قوى السلطة. ليه بدك تحكي مع ليه بدك تحكي مع الجميع وتعمل تحالف مع القوات و... لا 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 لا، صوت السنة كمان موجود ببعلبك وبحسبية. يعني نحن هلا مطلوب منا انه ما نتحالف مع حدا؟ ليش هيك؟ يعني مطلوب انه لا لا مش نتحالف مع حدا. لحظة، ليش المسيحيين ببعلبك الهرمل او بالجنوب هن قوات؟ او بمعنى هن بالقوات كلهم؟ يعني في قسم منهم، في قسم. طيب وهن السنه كلهم تيار المستقبل مثلا؟ كمان في قسم، في قسم منهم تيار المستقبل. فاذا لا يعني انه اذا انت بتلتقي مع السنه او المسيحيين يعني شرطا لازم يكون الالتقاء عبر قوى سياسيه مباشره. ما حكينا مع حدا، لا ما حكينا مع حدا، ولا معنيين ان نحكي مع قوى اليوم داخل السلطة. نحن معنيين أن نحضر أنفسنا كقوى معارضة في مواجهة هذه السلطة ووجود هذا التحالف القائم. هذا المبدأ الأساسي اللي ماشيين عليه، وهذا المتفق عليه، موافق. والبيان الذي كان بالأخير بدأ تخضع النقاشات لحتى ما تكون يعني أحادية. بس بدي أقول شغلي أنا، أنه نحن انا كنت مفكره مع الراي وخيو، هلا عم بحس انه مش غلط. لا لا لا، نحن اساسا مش حزب حديدي، يعني لدينا عشو متفقين؟ متفقين على ضروره ان يكون الاستحقاق الانتخابي محطه من محطات العمل على توحيد الصوت في مواجهه الفساد الموجود في السلطه، ونتقدم الى هذا الاستحقاق في دعم مرشحين للوصول الى تأييد جماهيري لوصولهم إلى الندوة البرلمانية للتغيير من الداخل. اليوم كانت أصواتنا بالسنوات الماضية كلها ضد الفساد بالسلطة ومع المجتمع المدني ومع الحراك المدني. اليوم بدنا نعبر إلى هذا الاستحقاق بتحالفات، يعني مش مسكرة على حدا. برجع بقول أنا أنه هيدا الموضوع لسه ما انبحث، وهيدا الموضوع أنا بقول لك بولا في يقول لو سمحتي، يعني سمحتي لي، نحن لكوننا لقاء هذا مبدأ، وهذه الورقة توضح ماذا نريد. نحن نعتبر أنه في انهيار للدولة، في سلطة، سلطة محاصصة وسلطة زبائنية، في ضرب للقضاء، في ضرب لوحدة الأمن أو للسلطة الأمنية، في مجموعة ملفات اللبنانيين عم بيصرخوا اليوم لمواجهتها. من الطبيعي أن هناك مسؤولاً موجود. مين هذا المسؤول؟ هذه السلطة الموجودة، نحن هذه الحكومة. في حدا بيقول أنه في طرف أقوى من طرف تاني أو في طرف له مسؤولية، لكن نحن بالمبدأ نواجه هذه السلطة، ولا يمكن لنا أنه نحن نعمل تمييز بالمعنى في المسؤوليات. ممكن تقولي هذا مسؤوليته 20%، هذا مسؤوليته 50%، لكن بالنهاية في مسؤولية مشتركة. المشارك في الحكومة هو يغطي القرارات القائمة واللي عم بتتم بالبلد اليوم. تاني شيء، نحن ما بنروح لا لعند القوات ولا لعند عون ولا لعند المستقبل، لسبب انه نحن اولا هم في بعض الشخصيات الموجوده معكم منا قريبه اليوم الى مراكز القرار ومواقع القرار. لا، في تناقض بين انك تقول لي انا موجود بمطرح معين وانا بدي حالف. انا يمكن يكون صديق المستقبل شخصيا، ممكن يكون صديق، وبعرف سمير جعجع، وبعرف ممكن رئيس الحريري، وبعرف اللي بدك اياه. لكن عندما اكون في لقاء اخر شيء في شيء مشترك، مش انا بقرر علي الامين شو الوجهه اللي لازم روح فيها. هذا المشترك اللي عملنا بيان على اساسه واتفقنا عليه القاسم المشترك ان نكون في موقع المعارضه اليوم لهذه السلطه. خلينا بدي اتوقف مع فاصل، بس بعدين بدي اطرح عليكم وعلى استاذ الي محفوظ اللي كمان بده ينضم لنا بعد هذا الفاصل. الكل عم بيطرح المشاكل الموجوده بلبنان، وكل الناس طالع عصر خطا. لا لا مش بس هيك، لا لا لا، عم بقول مش هيدا هو ابدا اللي عم بحكي. عم بقول انه في اليوم كل المجموعات تعرف شو مشاكلنا ومن شو نحن منعاني. ما في مواطن لبناني ما بيعرف، ولكن الإطار التنظيمي لواحد يشكل بديل لهذه السلطة، هون القوة يقدر يقدم حاله للناس كمجموعة متجانسة يوثقوا أنه هؤلاء الأشخاص
إذا وصلون بيقدروا يعملوا إدارة أفضل. بهذه النقطة هذا التحدي الكبير التحدي. شو حتعملوا فيه إذا بعد على القواسم المشتركة البسيطة ما نكون متفقين؟ لا متفقين لا وبعدين كمان رح أسألك وين إسرائيل كمان في بيانكم والمقاومة، وهيدا شأن كتير مهم شيعيا لما تكون مجمع كل هالشباب وتقرر إنك ما تقطع على الموضوع ولا كلمة ببيانك. بده ينسأل أيضا هالسؤال بعد الفاصل مشاهدينا. ينضم إلينا مباشرة على الهواء رئيس حزب حركة التحرير إلي محفوظ. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حزب حركة التغيير، قد اليوم في قابلية لهذه الحركة بلبنان لما تشوف شباب اليوم عم بيطلوا بنداء وعم بيقولوا أنه في خيار ثالث مثلا، هل بتعتقد أنه الساحة اللبنانية خصبة للتغيير؟ لا، إذا ما تحركوا الشباب بيكون في شيء مش طبيعي، لأنه شيء مش معقول اللي صاير من قبل 2005 ولليوم، انه في احاديه مش بس عم بحكي عند فريق حزب الله وتحديدا عند الطائفه الشيعيه، في احاديه عند السنه كان بفتره من الفترات، والمسيحيين بيحاولوا ببعض يعني بين الفتره والثانيه يعملوا نوع من احاديه ما كثير بتزبط. هيدا اللبنان يلي نحن يعني ربينا بس فيه، بس في ثنائيه اللي عم تقول في احاديه. لا انا عم اقول في ناس بتحاول تعمل احاديه، وين قصدك حركه امل حزب الله مثلا؟ إيه؟ لا يعني مع احترامي طبعا، مع احترامي لحركه امل، بس انه في دوبان يعني، في قاطره وفي مقطوره بلبنان اليوم. القاطره الاساسيه حزب الله، جري وراها مش بس الحركات الشيعيه او جارين البلد كله. فالقاطرة الأساسية اليوم هي حزب الله. المطلوب مش بس حركة، في كتير استحقاقات بتقول إنه هذه النظرية منا صحيحة. حركة أمل موجودة قائمة بحد ذاتها، بعد عندها شعبية وعندها جمهور ومختلف، وعم بيقولوا لك اثنيناتهم لا شك استثنائية. هذا الانطباع. حزب النجادي بعده موجود إذا بدنا نحكي. لا عم نحكي بحركة بتجمع وبتحشد. أنا عم بحكي بالواقعية بالبراتيك على الأرض. في حزب واحد هو الشغال الأساسي على زنبرك كل الحياة السياسية في لبنان، قبض على مفاصل السلطة في لبنان، قبض على كل المؤسسات في لبنان وجرر كل الناس وراه. إما في ناس خايفة، إما في ناس معتبرة أنه الواقعية السياسية بتتطلب أنه نساير لأنه نحن ساعين إلى سلطة. أنا وغيري من اللبنانيين بتمنى على الشباب، بتمنى على السيد وعلى سماحة الشيخ وكل يعني الأفرقاء اللي لحدكم اللي هن كلهم قامات ممتازة، إنه أول شيء ما يخافوا لأنه أكيد رح يخوفون. اثنين، ما ينطروا من حدا شيء، لأنه أكتر ناس انظلمت بفريقنا ب 14 أدار طوال سنوات طويلة هن هالناس يلي حطت قلبها عكفة، ويلي أنت بتعرفي اليوم الشيعي يلي بيطل بهكذا خطاب عم بيعرض حياته مرتين للخطر، مرة من عدم قبوله داخل المجتمع اللبناني ككل. الاغتيالات اللي صارت بلبنان يعني الشخصيات هي من طوائف غير شيعي. في سبب بناقد اللي هلأ كمان عم تقلي. لا لقلك ليش السبب. السبب الأساسي أنه مع احترامي طبعا لكل يعني الأحجار، يعني باستثناء النائب عقاب صقر اللي اضطر انه يكون برات البلد، ما شفت ولا شخصية شيعية خايفة فعلا على أمنها. أستاذ علي أنا موجود وسقفه عالي جدا. لا ما خص السقف، بيتحرك بروح ضيعته، بيصير مضايقات يمكن. أنا رح قلك السبب، ما عم قلل من أبدا خطر عليكم، بس لحد هلأ ما صار. بدك السبب الحقيقي، وبرجع بكرر احترامي للقامات كلها الموجودة. ما في شخصية شيعية خلت حزب الله يشعر بأنه هذه الشخصية كونت حالة تشكل خطر على الحياة السياسية لحزب الله. بتأمل هالمجموعة تصير هي بتأمل. عم يدعيكم بالخير شيخ، ما تستهون أنك تكون مشروع شهيد لوجه حزب الله. كتر خير. وأنا بدي أقول لك معلي، ما تزعل مني يعني، دماتكم أنا برأيي منهم أغلى من دم لا رفيق الحريري ولا فيا الحميني ولا جبران تويني. معليه اذا كنتوا مشاريع شهداء. حلو. لا بس نحن يعني لا ما تروح على الشهاده، ولا بنقول انه اخواننا يعني كل ما واحد عرضهم بدهم يقتلوه. هيدا شغلي مش بس فعلا منطقية. فعلا يعني اليوم شيخ انه ما في حدا بشكل حاله بوجه حزب الله وحركه امل شيعيا مخيفه. شفنا
ببعلبك، بعلبك مدينتي، انه بالانتخابات البلديه عملوا رقم كثير جيد على 700 صوت، يمكن فرقت معهم الشباب، ولكن عملوا اختراق كثير كبير دون تغطيه اعلاميه، دون سند، دون اي شيء. هل تعتقد انه حزب الله قرأ هذه الارقام بطريقه مختلفه؟ وكيف قبل بالنسبيه ودفع بموضوع النسبيه وبهذا القانون ليقال حزب الله ديمقراطي؟ ما هو غير هيك. بدي اقول انا انه حزب الله ما بيقدر يعيش على انه يسكر كل الحياة، كل اللعبة السياسية، لا بالوسط الشيعي ولا على المستوى الوطني. ما هذا لبنان ما في حكم، يعني هو كانت القبضة السورية المباشرة وما قدروا يعني يختزلوا المشهد اللبناني. فحزب الله اليوم عنده أجندة. حزب الله تحسن وضعه بالداخل اللبناني بعد الخروج السوري وأحسن، يعني هو ارتاح على، بالعكس هو صار لاعب لحاله بالساحة، ما عاد عنده شريك سوري، كل أدوات السوري بالبلد. صحيح. بس هو عنده كمان أنه يترك لأجندته الخارجية والإقليمية وهو بيريح العالم بالداخل، بدليل أنه بيريح كل الصفقات اللي بتمرق وبيعمل حاله مش شايفها، وبيريح كل الضرائب وبيعمل حاله مش شايفها. يعني أهلنا بيتضوروا ألما من كل الضرائب اللي بتصير، وحزب الله عنده أولوية أخرى. طيب رغم ذلك، بس ما في نقطة كتير مهمة، خليني أسمع كمان سيد علي في هذه المسألة. قصة قانون الانتخاب اليوم يسجل لحزب الله انه قانون النسبيه لو ما هو دفع فيه بهذا الشكل ولا ممكن كان يشوف النور، وكان بيقدر يمرق الاكثريه قانون اكثري بنفس الطريقه اللي مرق كل شيء ثاني، ما في عمليه اصلاحيه حتى هون. يعني لما يكون حزب الله اب هذا التغيير ما بتعترفوا له بالفضل؟ لا، مش انه اب هذا التغيير، يعني ما كان عندكم امل تعملوا نداء وتنزلوا بالانتخابات لولا النسبيه؟ نحن مش مشكلتنا الانتخابات اذا نظام اكثري او نظام نسبي. احنا مشكلتنا مع الانتخابات انه يصير في انتخابات. لا استاذ علي، لو نسبه بالبلديه كانوا اخذوا نص المجلس. لا ماشي ماشي، قبل ما تعطيني نظام، هلا الدليل الخلاف على البطاقه البيومتريه ليش عم يختلفوا عليه؟ حسام استاذ نواد مشنوق، في انتخابات في انتخابات بالباسبور، بس ليه الخلاف على البيومتري؟ يعني بمعنى ليه الان مثلا رفض الانتخاب بخارج مناطق القايد؟ ما بتعتقد حزب الله بلغ الكل انه في انتخابات؟ يا عمي في انتخابات، مش عم بقول لك انا عن الانتخابات، انا عم شكك باصل الانتخاب، العمليه الانتخابيه، يعني ما عم بقول بموعد الانتخابات، انه هل بالجنوب وبالبقاع كان عم بيصير انتخابات؟ أنا رأيي زعبرة هالمرة، مش زعبرة، في سطوة سلاح، في مصادرة للدرك. أنا شغلي، أنا دون أن أقلل، اسمحي لي شوي، يعني هون مش عم نقول أنه أمل وحزب الله مش موجودين، بس هل أنت هلأ كمراقبة أو كأي مراقب بيقول خلال 25 سنة ربع قرن من 92 حتى الآن، هل يعقل أنه ولا مرة صار خرق انتخابي لا بالجنوب ولا ببعلبك الهرمل ولا مرة؟ هل هذا مؤشر؟ هذا دون أن أقلل من أنه هن بيمثلوا، بس أنا عم بقول لك هذا بدل أنه ما كان في انتخابات عمليا، يعني السماح بالمنافسة ما بدل أنه في رضا اليوم على ما في بالعالم. شايفي هيك مشهد ببلد في حد أدنى من الديمقراطية أنه يصير ما يصير خرق واحد؟ في محادل كان يا عمي، محادل بس ليش بالمناطق الثانية، بالرقب المناطق الثانيه كان دائما يكون في شيء، يعني مثلا لوائح الشمال او بالشمال، الانتخابات من 92 لل 2009 كانت هي ذاتها فروقات بسيطه، مش بلا فروقات كبيره، خروقات بسيطه، خروقات مختلفه، ببيروت اختلف المشهد، بزحل اختلف المشهد، بالبقاع الغربي اختلف المشهد، لكن في منطقتين هو اللي هن فيهم التقل الشيعي واللي فيهم التحالف الصافي بين أمل وحزب الله، هو ما صار فيهم أي خرق. أنا بعطي هذا المثال، وعندنا تجارب ميدانية على الأرض، مش عم نحكي نحن شيء مش عايشينه. أنا من الناس اللي بدعي أنه كل الانتخابات كنت حاضر فيها على الأرض من 92 لل 96 لل 2000 لل 2005 لل 2009، أنا بعرف كيف تجري الانتخابات، بعرف كيف تساق الناس الى الاقلام، كمان بعرف كيف سطوه السلاح بتلعب دور، بعرف كيف اجهزه الدوله الدرك وقوى الامن الداخلي بخدمه عظيم الزعيم وبخدمه الكذا. بال 2017 اليوم في كميه كبيره من الناخبين الجدد اللي هن كانوا شباب ما فين ينتخبوا المره الماضيه، اللي بيطلعوا للخارج، بيطلعوا باللوائح، بيشوفوا انه في مرأة ورجل، بيطلعوا شوي كمان بندائكم او ب ما بعرف شو بتسميه لقائكم. اول شيء شباب ما في يمكن كثير قليل،
انت يمكن اصغر واحد باللقاء. لا ما لا في كان في وانت اكبر مني ب 25 سنه يعني تقريبا. بس محمد معنا في في محمد بركات هو المعدل العمر معدل. لا انه في في وين المرأة؟ في وجود ما في مرأة شيعية موجودة كيف منى فياض؟ منى وكان في شريقة الحسيني شو اسمها؟ ندى هدى. طيب هدى وندى هدى هدى ومنى من اصل يعني هول من اصل قديه عددكم؟ لا لا نحن هذا لقاء بيروت مدينتي من من خليني اكفي لك اجمل شيء بالشكل كان انه عملوا ايه نص سيدات نص رجال يوم مسموح تقول لي انه معي هدى ومنى؟ لا 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 مش معي ومعي اكثر من هيك. انا مش عم بقول انه نحن تداعينا كشخصيات وكناشطين في هذا المشهد ومش تشكلنا النهائي. هذا منه تشكلنا، هذا تشكل لاعلان مش عم اعلنا نداء حتى ما في صيغة تنظيمية. يعني الآن بالمعنى التنظيمي هالمجموعة هي التقت لتطلق هذا النداء وهذا الموقف المشترك عظيم اللي ممكن يتضمن يعني بالنهاية ما في بس أنا بدي أسألك في انتخابات برأيك بموضوع النسبية وليش حزب الله؟ يعني أنا جد بولا عم بتفاجأ على قديش انت متفاجئه انه ليش حزب الله. لا انا عم بطرح السؤال بس يريد ادخال حلفائه من باقي الطوائف. بس موضوع القانون اللي وصل له حزب الله شغل في اسالهم ما اجى من العدم، اجى بسياق تسلسلي ماشي عليه حزب الله مش من اليوم، ماشي عليه من سنه 1985 من لحظه اللي اعلن دستور حزب الله. طالعين الجماعه بمشروعهم ولو صلحفتيا بمرحله من شو المشروع؟ إقامة الجمهورية الإسلامية في لبنان تيمنا بالولي الفقيه. بالنسبية مش مستحيل هالنسبية بتجيبها يا استاذ إلي. أنا رح أقول لك بالنسبية، رح وصلك على موضوع النسبية. نسبية بتلغي أي حلم وفكرة بدولة إسلامية. أنا رح أقول لك كانت عقدة الثنائي الشيعي خلال سنوات طويلة، إنه نحن إذا بناخد ماروني ومنجيب له أصوات كثير بدايرة بعلبك الهرميل عم يطلع بأصوات الشيعة. كذلك الأمر بالنسبة للسنة وإذا حصلت بالنسبة للدرز. اليوم شو المبتغى من وراء النسبية؟ انطعم يجوا بقوتهم الزيتية، انطعم هذا المجلس بموارنة بكاثوليك وبسنة وبدروز يقولوا لبيك يا حسين أو لبيك يا نصر الله. هيدا الأساس يلي عم بيحاول الحزب يوسع فيه بكار هيمنته على السلطة في لبنان. بس استاذ محمد نجح لحد اليوم. قبل هيك اليوم بعد معركة اللي صارت بالجرود وغيره هنالك كثير من باقي الطوائف اللي بيقولوا انه الحزب اذا بدك تقبلوا وجوده بشكل طبيعي بالحياه السياسيه خاصه الشارع المسيحي. انا بدي صحح لك اول شيء، استعملت عباره انا يعني بمفهومي لليوم. انا شفت في مجهود قام فيه الجيش اللبناني وانا شفت في صفقه مذله مهينه مخيبه للامال حتى عن جمهور حزب الله قام فيها الحزب. هلا الوقوف لحظه اللي كان عم يبدي تجاه تهريب داعش يا جماعه، محاربه في الحزب زلمه اسمه ابو مالك التلي محارب لحظه واخد دوش وجاب الكفار وسبح واخذ نسائه وام المصلين. هاي الشروط كان حاططها وقال لهم بدي اعمل سبحتين بالبسين واخذ معه 50 مليون دولار مع سلاحه وعتاده وبقوا الشباب على التليفونات لاخر الليل لامنوا الشاب وصل. استاذ رغم كل ذلك فيك تنكر اليوم انه هنالك شعبيه مسيحيه لدى حزب الله اكبر من قبل؟ نفس الشيء الشارع المسيحي ينظر بنفس الطريقه بعد قتال التكفيريين وقبله؟ انا ماروني متزمت بس رح اقول لك جزء كتير كبير من الموارنه اصبحوا ذميين. ماروني متزمت؟ ايه متزمت. ماروني داعشي يعني؟ لا 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 انا من اقاصي عكار يعني بشعر بهذا الحرمان. بس بدي اقول لك انه في كتار من الموارنه تحولوا الى اهل ذمه عند حزب الله. هذا اللي بده يعمل نايب وهذا اللي بده يعمل وزير وهذا اللي بده يعمل رئيس وهذا بده يعمل موظف وهذا بده يتشكل والى اخره. انا بدي اقول فكره بس بالنسبه لموضوع الجمهوريه الاسلاميه لانه وردت هون. انا برايي حزب الله تجاوز هذا الامر وللسبب بسيط. حتى فكرة الجمهورية الإسلامية اللي حزب الله اليوم بده يعملها هو لا يريدها، لأنه أي شيء أي مشروع أي دولة أي جمهورية شو ما كان صيغتها هي بالنهاية تضعه في موقع أنه هو مسؤول عن هذه الدولة ويتعامل. هو يريد أن يحافظ اللي عم يشوفه بكل المنطقة الثنائية، ثنائية الدولة واللا دولة، ثنائية الدولة والميليشيا، الدولة والدويلة عم نشوفه بيتشكل بلبنان النموذج كان الأبرز، عم نشوفه بالعراق بمحاولة خلق هالثنائية بين الحشد الشعبي
والدولي. وعم نشوفه يمكن باليمن بمرحلة لاحقة أي تسوية حوثيين ودولي. يعني هي الصيغة اللي إنه أنت بتصير الدويلة لك يعني على الدولة الغرم، حزب الله مثلا على الدولة الغرم بس وله الغنم. إسرائيل لم تعد تميز خاصة كلام ليبرمان هلا هذا أمر بين آخر الدولة اللبنانية وبين حزب الله. هذا أمر آخر، قالوا إنه الجيش صار جزء من منظومة حزب الله بتهديد مباشر إنه ما في بقى فصل، ما في هذا يعني هذا الموقف موقف الاسرائيلي. بتعرفي كلامك لوين بيردنا؟ على اربع مؤتمرات صحفيه اضطرت قياده الجيش اللبناني ب يعني لنفي التنسيق بجسم مديريه التوجيه يطلعوا يقولوا جمله واحده بس، اربع مرات طلعوا يقولوا جمله واحده، نحن ما عم ننسق مع حزب الله ونحن ما عم ننسق مع النظام السوري. ليش نقال؟ يعني كل عمرنا ما جاوبتني في انتخابات ام لا؟ بأيار القصه منا منا تبصير، يعني القصه منا تبصير. حضرتك مرشح؟ إذا بصيرون الشباب أنا أنتمي إلى فريق سياسي، إذا هذا الفريق السياسي قرر ترشيحي بدي أترشح. شو هو الفريق السياسي؟ إذا رئيس حزب اسمه حركة التغيير. إيه بس أنا عندي شمسية طويلة عريضة 14 أدار؟ هلا طويلة عريضة وين الشمسية؟ التسمية كثير فضفاضة. أنا أول شيء قريب جدا 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 إذا الشباب يعني شككوا بالموضوع دكتور سعيد كان معي الأسبوع الماضي بس أنا قريب من القوات اللبنانية وقريب من كل الأحزاب السيادية اللي هي كانت بما يسمى سابقا الفريق 14 أدار، قريب من تيار المستقبل، من حزب الكتائب. هلأ بتقولي لي ناس بالسلطة وناس برات السلطة وفي بازل صارت القصة، لا بس بعضهم بالمسلمات الأساسية بعضهم موجودين. بعدين أنا كنت عم بسمعك من شوي أنه مش عيب إذا الشباب كانوا إرعب أو تماهوا مع هذا الحزب أو ذاك، وتحديدا القوات اللبنانية. أنا برأي القوات اللبنانية بالعكس، لا لانه ركزتي على موضوع انه ليش ما سالتيهم عن تيار المستقبل؟ لأنه ليش ما سالتيهم عن حزب الكتائب؟ عامل درسك لحظه لو سمحتوا، منك عامل درسك ومش قاري. انا عم بسالهم عن ميسم رزق كتبت بالاخبار تحالفتم مع القوات اللبنانيه وفتي على موضوع القوات اللبنانيه. لا ما استطردت، عم بقول لك في مقال نازل يا استاذ الي، عم بسال عن المقال مش عم نقي القوات اللبنانيه. بس تحسب لك ان شاء الله في معلومه. شيخ عباس الجوهري، كمان اذا بدنا نرجع اليوم الى هذا اللقاء اللي يبدو انه مثل ما قلنا رح تترشحوا الى الانتخابات وناويين تنزلوا بكل المناطق ولا كيف؟ فقط مناطق شيعيه؟ شو المخطط؟ يعني الطموح ان نشارك ويشارك من يشبهنا في الطرح وفي الطموح ان يشارك في بقوه بهالاستحقاق، وان ينسج تحالفاته بكل منطقة بحسب ظروفها مع القوى الموجودة والأقرب إليه في رؤيته إلى مشروع الدولة وإلى مشروع انتظام عمل المؤسسات وإلى مكافحة الفساد وإلى عملية إصلاحية حقيقية. لذلك كل منطقة على حدة بدها تقعد تدرس آلياتها وأطرها وتقسيماتها المناطقية. شو رسالتكم اليوم اللي بده ينزل معكم كمجموعة؟ شو هي الرسالة الكبيرة اللي بتجمعكم؟ أول شيء ضد سلاح حزب الله؟ لا مع الدولة؟ لكن هذا الموضوع موضوع سلاح حزب الله أنا برأيي، وأنا نصحت وبعده قيد التداول بس أخذ بهذه، أنه لندع هذه العناوين الكبيرة جانبا، لأنه أول شيء مش هتقدم وتأخر. ثانيا في عناوين اخرى اولويه شعبيه واولويه يعني ملحه ان نتوجه اليها، وهي الاصلاح وهي انتظام عمل المؤسسات. ساعتها بنحل موضوع السلاح بطريقه صحيحه. لما نحن بنعمل دوله حقيقيه موضوع السلاح كيف بتعمل دولة حقيقية وفي دويلة ضمن الدولة؟ نحن بدنا نحط مين قبل العربية قبل على الحصة الموضوع على قصة إسرائيل. أنا بدي أقول نحن حكينا يعني مسألة إسرائيل واردة بطريقة أو بأخرى، هذه مسألة يعني مش البيان رايح على قضايا محددة داخلية، ما طرح كل القضايا ولا حكى بالسياسة الإقليمية ولا حكى بالصراع العربي الإسرائيلي ولا حكى بالنظام العالمي. لكن نحن بنقول اتفاق الطائف وتطبيق اتفاق الطائف اللي هو بيتضمن بطبيعة الحال مسألة العداء لإسرائيل وشو هي الحدود اللي بيننا وبين إسرائيل وشو تقدموا فحص دم. لا بمعنى هذه المسألة مش مسألة لا نحتاجها. وحتى الوجوه إذا واحد بيستعرض كلهم تاريخهم في
في المقاومة سواء بتجربتهم على المستوى المقاومة الفلسطينية أو بتجربتهم على مستوى المقاومة اللبنانية، هالوجوه حاضرة لا تحتاج إلى أنه تقول على طريقة أنه مثل بعض الناس مثل يمكن خيار في باليسار مثل أي يعني ما مش بحاجة. أنا أخجل أنه الواحد يوصل لمطرح يبسط على يصير بده يقول بهذا الموضوع قلت انك ضد اسرائيل او ما قلت انك انت مع اسرائيل. يا اخي شو يعني عيب نوصل لهذا المطرح، ولسنا بحاجه، وتاريخنا وتاريخ كل الموجودين بيحكي عنه، مش بحاجه يطلعوا يقولوا. في ناس طول عمره هنالك يوم من يدعو الى سلام مع اسرائيل، سلام ثقافي سميه دكتور فارس سعيد كمان مره جديده الاسبوع الماضي. موجود الجدل نحن الان نعتبر هذا لحد الان نعتبر ان هناك عدوا اسرائيليا، وانه اذا اسرائيل اليوم شنت حرب على لبنان كلنا في مواجهه اسرائيل، هيبقى في ما في مزح فيها. ورغم نقدنا ومواجهتنا لحزب الله، ما احنا ما بنقلل من مساله خلافنا معه في كثير من القضايا، لكن في موضوع اسرائيل مش حزب الله، معلش قادمين على مش حرب حزب الله سيد. مش حزب الله اللي هو صنع فكره مقاومه اسرائيل، حزب الله لحقها قدم شيء وغيره قدم، هو حاول يحتكره ويعرف المقاومه حتى الان بس يقول حزب الله. لا ما هو اكثر، هو صف المقاومين الاوائل، هو يريد ان يجعل كلمه حزب الله المقاومة تساوي حزب الله، وهذه ما حدا يعني تجرأ يوصل لهذا المستوى من التعاطي. طيب في موضوع أنا الموضوع الحرب احتمال قائم، لكن أنا تقديري أي حرب يعني بمعنى هذه الحرب هذه المرة ستكون مدمرة. كل القراءات الإسرائيلية أو كل التحليلات الإسرائيلية وكل المواقف الإسرائيلية وكل هالمناورات اللي انعملت الإسرائيلية شو كانت عم بتقول؟ عم بتقول انه هذه الحرب في حال حصلت هي ستكون حرب هجومية، يعني بمعنى حرب وجودية مش نص حرب، ليس على طريقة حرب تموز. ايضا حزب الله يتعامل برأيي انه في حال حصلت الحرب كمان هي حرب وجودية لإله. ربما هنا يعني يقع اذا بدك التوازن اللي بيجعل لا اسرائيل في اتجاه انها تروح فعلا برأيي الا اذا كان الامر يعني أصبح هناك غطاء دوليا وإقليميا بخوض هذه الحرب ممكن تروح الحرب، ولكن إسرائيل برأيي لا حزب الله أولويته اليوم، العداء لإسرائيل بمعنى الحرب مع إسرائيل مش أولوية عنده، بيظل انخراطه في المعارك الموجودة. ولا إسرائيل اليوم برأيي تجد أن لها أولوية في الدخول في حرب، في توازن بظل بظل تورط خصومها في حروب أهلية تركتهم، ترك الآخرين يستنزفوا بعدين بتشوف شو بتعمل. ممكن تخوض بالحرب بفترة لاحقة، هيدي الفترة اللاحقة اللي هي ما بعد انتهاء الأزمة السورية. البعض يقول في متغيرات بدها تصير بالمنطقة، قد تكون هيدي منا. خلينا نتوقف مع فاصل، تنضم إلينا بعد هذا الفاصل الصحفية ديانا الأمين. الصحفية والإعلامية ديانا مقلد والسينمائية هلا فينا نقول كمان، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. لا صحفية بس كنا عم بتشاركينا الحديث هيك بالبريك وقبل ما ننضم، شو رأيك بهذا التجمع؟ ليه ما شفناكي معه؟ أنا مع أن يكون في تجمعات سياسية غير السياق الموجود، بس أنا ما بقبل أني أتصنف ضمن طائفة. أنا خلقت شيعية بس أنا قناعاتي لا دينية، وأنا بطالب بدولة تحترم قناعاتي، مش لأنه أنا خلقت ضمن الطائفة الشيعية يعني أنا بدي ألتزم بهالشيء. فما بتشارك بتجمعات مذهبية؟ لا لا لا، عفوا معلش، لأنه في تكرار بهالطريقة مش مقبول أبدا. أحمد قعبور عضو باللقاء، إذا المسألة مسألة أو شو اسمه بس علي لا لقاء. مش مش لي مش منو لا بس إذا منيح توضح منو لقاء منو لقاء منو هيدي منيح توضح الطائفة الشيعية. نحن قلنا لا مش ما قلنا، نحن قلنا لبنانيين أولا، لبنانيين أولا. نحن ليش ما حدا شايف لبنانيين أولا؟ ليش قبل مش ما قلت لي قبل ما قلت لي سيد لا قلنا لبنانيين أولا، لا شخصية سنية في 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 إذا بدك التقل ما موجود بمكان ما عم يحكي لا وفي مش كرمالي في مش بس أحمد قابور، في أكثر من شخص يعني موجودين
لكن الغالب كثير بتفرق اليوم لما اللقاء يكون وطني متنوع. الغالب انا لما بدي احكي عن منطقه معينه خليك حط الميكروفون نعطي مجال لحدا ثاني يحكي، شو رايك؟ ايه تفضل. خاصه ديانا اللي هلا ديانا اللي انضمت لنا، يعني استسهال طريقه انه هول شيعة مش عم بتخلي حدا ما يعني انا بهالطريقة اللي فيها يعني هيك انه في نص اللي هو حتى العلمانيين اللي بجنوب نفس الشيء بجنوب انه انتم شيعة وبيطلعوا ما حدا بيتجرأ منهم ما حدا بيتجرأ منهم بس يقرب على السلطة انه هن ضد النظام الطائفي ضد النظام الطائفي. تعال فصل النظام الطائفي، تعال احكي عن أبيه بري، احكي عن حسن نصر الله. انت عم بت احكي عن حسن نصر الله، ما حدا بيعرف تخصصهم، هذا الكلام تعميم التعميم التعميم. انا عم بقول في خطاب بالبلد، في خطاب مجموعة من اليساريين اللي بلشوا تسمع رأيهم معلش او ايه يا اهلا وسهلا بس انه لا انه هذا لقاء شيعي عم تاخذ الوقت كله معلش مش عم نقول هذا لقاء شيعي، لا مش لقاء شيعي طيب تفضلي مش لقاء شيعي. ليش بدنا نسحب هالهوية اللي هي اصلا فاكتو موجودة بمجتمعنا اللبناني؟ شباب شايفين في هيمنة شيعية وثنائية من قبل لا لا من لا أنا عم قلك ليش انعمل هيدا الحراك مش أول حراك قبله في أكثر من حركة شيعية انطلقت ما وصلت لنتيجة. طيب جانا بس خليني أسألك هالسؤال. لا بدي تجاوبي لا بدك تجاوبي بدك تجاوبي لا أنا بدك تجاوبي لا بس أستاذ علي اسمح لها تحكي أستاذ علي اسمح لها تحكي أنا وجهت كررتها إيه بس كمان جانا موجودة وقالتها إيه بس إنه على تكرار السؤال وتوضيح السؤال وتكراره مجرد أن تسميته إنه خلص هذا لقاء شيعي مش لقاء شيعي هذا عنوانه اسمه لقاء الدولة والمواطنة بس منيح اللي كررت لتنطفي والمواطنة ليك شو حلو تنطفي بهالشكل وتقول لي معنا سنة كان كثير عظيم قبل ما كنت عم بتسأل هذا رايحين عنوانه بالهي انا لدولة مدنية ان تبنى والانتخابات النيابية بداية قيامها سيد بس لا بس عم باكد على هو اوكي ست ديانا اخر شيء بيختصر انه هو شيء جانا تفضل هلا علي خذها بالمونة انه عم بياخذ لي من دوري بس مش لا بس علي خلص اللقاء كان يعني الكلمات اللي تقدمت هو لقاء شيعي انتوا عم بتقدموا حالكم بهالصيغة انتوا حقكم ما هذا البيان يا علي البيان. طيب بس معنا سمعنا الشخصيات اللي تقدمت لا شوف لا انا ما رايي سمعتي لانه سمعتي طيب في انتقل لموضوع اخر لانه لا بس استاذ علي انا بدي اقول استاذ علي بليز خليني بس فكره وحده انا لا اجد نفسي ممثله كشخص بتيار بيشبهني انا بلد طائفي صحيح ولكن نحن ان شاء الله نكون 10 اشخاص بدنا نكون لا دينيين بدنا دوله تحترم خياراتنا اللادينية أنا بدي أسألك بهالإطار كلام مش موجه لك استاذ علي إذا بتريد ما في يعطيك ديني ولا طائفي بس لا اللاديني لحظة شوي اللاديني مش ضروري ما يكونش طائفي ممكن يكون لاديني وطائفي يعني هذا مش لازم تسمحي لي بس أطرح عليك سؤال تعتقدي إنه اليوم ينخلق إطار وطني بلبنان أو حركة عابرة للطوائف بتطلعوا فيها مثل هيك شيء ما بيشد العصب ما بيجمع الناس حتى انت عم تقولي قلت لو كنا قليل نحن اليوم ما بنقبل يحطونا باطار معين ويقرروا مسبقا شو هويتنا لانه خلقنا ببيت هيك او طبعا هيك. النظام الطائفي اقوى منا كافراد نحن موجودين مبعثرين بمجموعه قطاعات منبين بشويه نشاطات او تحركات بس تصريف هيدا الراي او هيدا الحضور ضمن النظام الحاصل بلبنان حاليا مش متاح بس ما وصلنا لمطرح صار في وعي ديانا انه ما فينا نكمل هيك وانه هيدا شد عصب وهؤلاء جماعه بالنهايه مذهبيين ينتقد ثقافه ديانا ما عمرها سنه تسمح لي في لحظه من عمر الجمهوريه يا استاذ الي بتسمحوا لي اطرح عليها السؤال معلش شويه بس تنظيم بعدها واصله بتعتقدي انه هيدا الشيء اليوم منه بيع هيدي مشكله اللي للطائفه او اليوم صار هيدي الانتخابات المقبله ستكون امور مختلفه ام لا باقيين بنفس صعب التوقع لانه دائما الانتخابات يتم استباقها بحشد يعني غرائزي وطائفي كبير وبالتالي عنا وقت طويل قبل ما نوصل للانتخابات وصعب نقدر شو حيكون المزاج العام بخيارات الانتخابات وبالتالي ما فيني كتير راهن على وعي الرأي العام اللبناني أنا بشوف بعدنا نحن أسرى الاستقطاب الطائفي والمذهبي لليوم ما شايفي هالشي حيتغير لأنه نحن ضمن منطقة عايشة هالأزمة نحن منطقة منقسمة وما في أفق بعد لتسوية تسمح أن يكون في خيارات غير طائفية أو على الأقل بالطموح اللي نحن بدنا إياه اليوم سمعنا وزير خارجية أو مش سمعنا بتويت بيقول أنه نحن عنصريين لبنانيين
أخذت كثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة عنصريين، حضرتك قلت لي أنه أنت ماروني متزمت كمان، هيدي الفكرة اللي عم نحكي فيها عم نناقشها هلأ على الطاولة، أنت بتعتقد اليوم المجتمع اللبناني هو كذلك وما لازم نحن نحاول نغير أو نقول أنه هيدا الانقسام ما ودى لمطرح، جربوا شيء تاني، خلقوا مصلحة مشتركة؟ هيدا كنت بدي أقول لك إياه، أنه اللي قالته ديانا هي ثقافة موجودة عند اللبنانيين كلهم ومش من اليوم، عمره يعني أنا بعرف في أقرباء لإلي كنا صغار بسمع راحوا تزوجوا مدنيا وكانت شيء يعني حتى الوالدة وجدي إنه شيء معيب إنه كان لازم يتجوزوا بالكنيسة. لا، في تطور بالفكرة اللي عم تحكي عنه، مش أنتم منكم قليل، مش عشرة، أنتم نحن كلنا، لأنه كلنا بنطمح لدولة مدنية. بس أنا بدي أقول لك أنت رح تصطدمي بواقع هو التالي، إذا قررت اليوم الديانة مقلد الأمين تترشح الانتخابات انطلاقا من هيدي الفكره، ما لها محل، انطلاق لا بدها تترشح انطلاقا من كونها شيعي، لانه في مقعد شيعي عشان هيك ما بترشح، عشان هيك ما بنزل بالانتخابات. بس بدي اقول لك شيء، الفكره تبعكم بدها تبلور من خلال عمل ميداني على الارض، بمعنى سمعنا بقصه الزواج المدني ما حدا رجع تابع فيها، إن قيل انه في زواج مدني انعقد بلبنان، تبين بعدين انه لا مش مزبوط لانه بالقانون ما بتزبط، لا مزبوط وتسجل، سجل بعض الزواجات، في وزير داخليه اخر وقف يسجنه، في شيء ثاني هل بدي اقوله انا، ففي استنسبيه، بتروحي تتجوزي برا تسجلي زواجك هون، بس ما فيك تتزوجي بلبنان وما فيها تطبق القوانين، ترجع للزواج المدني طبعا. انت كحركه تغيير، تغيير شو تحديدا بولا؟ نحن يعني انا الصدف ما في مشروع سياسي بلشنا فيه انطلاقا من انه نحن رايحين نتادلج ضمن اطار سياسي معين. انا الظروف اخذتني عند العماد ميشيل عون سنه 87، طلعني سعيد عقل، كنت بعدني تلميذ من تلاميذه على وزاره الدفاع، ومن هديك اللحظه تعرفت على العماد ميشيل عون، وصار في مشوار يلي هو الافكار يلي كلنا سمعناها وربينا عليها، تحرير لبنان ولا للميليشيات ولا للطائفيه. انت العون اللي بعدك عوني. لا انا بتعرفي ولا مره كنت عوني، انا كنت تيار وطني بس طيب. ما كنت عوني بالشخص يعني. بس مش عيب اذا ما عدت شفتي هذا الشخص اللي كنت تشوفيه رمز لك، ما بقى يعبي لك طموحاتك وطروحاتك، تقولي له يعطيك العافيه انا ماني مقتنع. مشكله معظم الاحزاب بلبنان انه وين ما راح الزعيم القطيع بده يروح معه، أخطأ أو لم يخطئ القطيع بده يروح معه. مشان هيك فكرة ديانة وفكرة حتى اليوم الشباب إنه ليش خارج إطار ثنائية حركة أمل حزب الله، لا في ناس بدها تطلع تقول لا، وأنا ما كنت عم بمزح شيخ وقت اللي عم أقول بموضوع الشهادة طبعا، يعني الله يطول بعمركم وما تدقكم شوكي، بس ولا مرة التثبيت الأفكار وكسر الاحاديات بيمرق بالسهل. لا استاذ لي، بس لو سمحت لي، انه نحن لو نستفز عصب طائفي كنا شفنا الناس حولنا، دليل اننا مش طائفيين مش مذهبيين ومش عم نحرق مش عم نحرق، فهذا اعتراف مسبق انه ملح ما لح لا بمعنى تكونوا شعبيين، مش اسمعني، انه مش عم نحرك عصب مش عم نحرك، يعني نحن مش مجموعه رايحة عم بتحرك عصب مذهبي، عرفتي كيف؟ هذا دليل انه نحن مش عم نتحرك عصب مذهب، ونتهم اساسا بانه نحن مش شيعة. طيب هون خليني اقول شيخ عباس، حضرتك دعوت بحديث قبل ايام الى تاسيس صندوق تبرعات لاهالي شهداء حزب الله في سوريا، من اي منطلق وشو قصه 190 دولار للاهالي وكمان حتى هون يعني؟ لا هذه 190 هذه اللي بيدفعوا يمكن معاش كانوا اولا نحن بيام المقاومة ضد العدو الإسرائيلي كان في مجلس الجنوب يقوم بدفع تعويضات لأهالي وأسر الشهداء. اليوم في أعداد كبيرة من الشهداء استشهدت في سوريا وحرضت على الذهاب إلى سوريا. في أسر ينبغي أن نتطلع عليها، ما فينا نحن نبعث ناس تستشهد بسوريا وأهاليها بعد ما عندهم مورد، يعني في ناس راحت ناس يعني معيد لأهله. ليه بدك تركز على شهداء حزب الله في سوريا؟ لأنه اليوم لأنه في كثير شهداء. اسمحي لي شوي، لا ما اليوم يعني معظم المستجد. الناس اللي عم تذهب إلى سوريا. نحن بدنا نقول شغلي إنه التهمة دائما تطال أي تحرك، لذلك نحن عم نقول لا، نحن حاملين هموم أهلنا، من هموم أهلنا انه نحن نشتغل على تامين، لانه في 3000 اسره
وشفنا أنه رئيس الجمهورية كان مؤيد لذهابهم إلى سوريا وهو رئيس السلطة مش هيك، فيتفضل كمان يأمن موارد لدعم أسر هؤلاء. بس ليش أنا مجبور بك تدفعني مصاري؟ ما قلت من الحكومة اللبنانية، أنا قلت أنه خدموا محاور ودول يروحوا هؤلاء الدول اللي خدموا يقدموا مساعدات. أنا بفضل تستشهد دفاعا عن أرضك ضد عدو محدد. أنا بدي روح. إذا رئيس جمهوريتك بيعتبرون شهداء ودافعوا عن الأرض وحموا الناس، بس أنا عندي موقف جمهوري ثابت بهذا الموضوع. قتال حزب الله في سوريا حرام، بس حرام. يعني أنا بالنسبة لي الشعب اللبناني منقسم على هذا العنوان، كاين قسمه. أنا من الشعب اللي ماني معترف، في فريق من المسيحيين لا بسلاحه ولا بقضاياه يلي ما قال عليها فيي. أنا ماني مضطر أولادي يضلوا مشاريع هجرة لأنه السيد حسن نصر الله طالع بيله ضل يقاتل من هلا لأبد لأبدين. إلك حق تفكر هيك، وأنا بتصور شيخ حضرتك بتفكر مثلي. أوكي، بس في ناس، في 3000 أسرة شو بتعمل فيهم هون؟ هن ينتفضوا على حزب الله لانه اخذوا لهم اولاده اللي قتلوا بسوريا. يعني حتى هذا الطرح بين كثير من المسائل اللي لها علاقه اليوم كانت الطائفه الشيعيه والا بالاطار الوطني، اختيار فقط هذه النقطه مشان هيك. لا ليست اختيار، لا هذه احدى النقط اللي ممكن احنا تكون ببرنامجنا، مش هذه وحده منها. نحن عندنا مثلا، انا بقول لك على بعلبك الهرمل، انه بعلبك الهرمل من 25 سنه من وقت ما خلصنا من الحكم الإقطاعي كما كانوا بيصفوه، ما شفنا أي مشروع نهضوي للمنطقة. بعد المنطقة عم تتراجع، يعني اللي طالع على بعلبك من 25 سنة وهلأ بيطلع بلاقيها مثل ما هي، لا بل على العكس إلى الخلف. نحن من 25 سنة وعدنا بسد العاصي، شو عملنا بسد العاصي اللي بيروي مساحات كبيرة وبيخلي الحركة الزراعية تكبر وبيخلينا نعمل مصانع لتسويق المنتجات الزراعيه؟ انت بتعرفي انه نص البقاعيه بيجوا على بيروت وبيشتغلوا بمعامل لتصنيع المنتجات الزراعيه وبياخذوا وبيصرفوا نص اللي بياخذوه على ايجار بيوت ومساكن. ليش ما بينعمل المصنع في 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 تلك المنطقه؟ المصنع ما حدا بيطلع بيعمله لانه ما في امن. الامن مين بيعمله؟ هيدي السلطه اللي مش عم تقدر تاخذ قرار بانه تعمل دوله. إذن في منظومة كاملة، في عجلة كاملة معطوبة. نحن بدنا نقول إنه برنامجنا اللي على أساسه في نهضة تنموية، نهضة اقتصادية، نهضة عمرانية. نحن بعد لحد الآن ببعلبك الهرمل ما في جامعة. يعني ابن بعلبك أو ابن الهرمل بده ساعة ونص يروح على زحلة حتى يروح إلى الجامعة. في انطباع اليوم كأنه رايح البلد إلى انقسام جديد بعد هذا التصعيد ضد إيران، بعد موقف سيد حسن نصر الله ضد السعودية ودعوة زعيمين لبنانيين سمير جعجع وسامي جميل إلى المملكة العربية السعودية، وعم ينحكى أنه في دعوات أخرى. واصلين لمطرح نحن يكون في، خلينا نقول، انقسام جديد على محورين، وهل ستكون جزء من ذلك؟ لا، نحن يعني نتمنى ان لا نكون جزء من الانقسام هيدي وحده، ونتمنى انه لبنان ما يستعمل. والمملكه يعني بادبياتها الماضيه كنا نسمع انه هي ما بدها تستعمل، وبدليل انه برمت ظهرها 10 سنين المملكة. لا بس واضح اليوم بكلام بتويت الوزير المسؤول عن الملف اللبناني السبهان اللي عم بيقول انه انتم يا مع حزب الله يا ضد حزب الله، بده بشكل واضح في دعوة لاختيار مكان معين والوقوف لديه. أنا إذا بدي أخير بين حزب الله وبين الدولة بختار الدولة، بس إذا بدي أختار بين حزب الله وإسرائيل طبعا ما أنا مع حزب الله ضد إسرائيل. باختصار سيد، رايحين إلى انقسام من هذا؟ ما شايف كل الشباب تحت الوصاية، وما بعتقد في حدا منهم مستعد يغامر بالخروج على هذه الوصاية. سلموا بالتسوية القائمة بالحكومة اللي كانت قائمة واللي قامت ضمن تسوية وانتخاب الرئيس ميشيل عون. برأيي في هذا توافق كل الإقليم والدو، يعني سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، في رغبة بأنه إبقاء الساحة اللبنانيين هادئة. مش مبين أنه في مغامرات، ولا بيبين يكون في مؤشرات. اليوم في مؤشرات، خلينا نقول ببعض التصاريح يعني اللي شفناها، كان من الولايات المتحدة الأمريكية من السعودية وصولا الى لبنان، برايك انه اي دور عم تلعبه السعوديه اليوم؟ عندك معلومات شو عمل دكتور جعفر؟ بحلك باختصار وبايجاز. شهر العسل اللي شهدناه بفتره قبيل انتخاب ميشيل عون رئيس جمهوريه ولليوم شارف على الانتهاء عند كل الاطراف. اذا بتشوفي هل التناقض اللي عم يحصل بين مواقف الرئيس سعد الحريري كرئيس حكومه لبنان وبين بيانات تيار المستقبل، يعني انا بقول اليوم، انا عم بحكي من مؤسسه تابعه لتيار المستقبل، بيانات تيار المستقبل تمثلني في مخص حزب الله. تغطية سعد الحريري
بمزدوجين الملزم لأنه هو رئيس حكومة وبده يظلل كل الناس تحت عبيته، ما عم بتكون معبرة حقيقة عن النبض الحقيقي للشارع اللبناني، مش بس للشارع السنة. بس هيدي الأجندة نفسها، يعني الشخص نفسه هو اللي موجود بالموقعين. نين ما بقى بدنا نتغطى، اللي كان صاير بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ما بدي اندوب ولا بدي انعي، بدي اقول لك ما بقى في منها شيء، يعني بقى شعار. اذا بتشوفي الحرب الكلاميه اللي حاصله بين الفريقين حول المواضيع الكينيه، لانه اصلا اللي صار من الاول صار على مش وضوح. يعني سمير جعجع ضد النظام السوري، الرئيس الجمهوريه كان العماد ميشيل عون قريب من بشار الاسد، سمير جعجع ضد سلاح حزب الله، الجنرال عون كان واليوم بعده بيقول انه هذا السلاح ضروري وباقي ما بعرف الى امتين. القضايا العربية اللي كانت حاصلة او الثورات العربية، القوات اللبنانية وكل الافرقاء ب 14 اذار موقفهم شيء. طيب اللي بدي اقوله انه في تناقض كتير كبير في بعد بين الفريقين. دكتور جعجع هو نفسه قبل الذهاب الى المملكة العربية السعودية وبعد الرجوع، ام برأيك في شيء تغير بالموقف او اصبح اكثر وضوحا وحدة؟ قبل ما نحكي عن هذا الموضوع، المملكة العربية السعودية عادت ادراجها من جديد الى لبنان لانه انكفأت بفترة كتير طويلة طوال فترة العهد السابق بالادارة الامريكية. اثنين، في شيء جديد حاصل اليوم بالمملكة العربية الناس مش منتبهت له، مش بس قيادة المرأة ويلي عملوا عليها يعني قصص واخبار. المملكة رايحة على محل هو التالي، العودة الى منطقة الشرق الاوسط كلها. اثنين، في تفاهم كتير كبير اليوم حاصل امريكي روسي ايراني حول مستقبل سوريا. انا ما بدي اجزم بانه المصير الاسد يعني محتوم حول اذا بيبقى ولا ما بيبقى، بس اصلا سوريا اللي بنعرفها منها موجوده بقت، النظام اللي بنعرفه قبل النظام السوري ما انا ماني شايفه بقى موجود. يعني بتتخيلي ست بولا، بيقعد الايراني وبيقعد الامريكاني وبيقعد الروسي بيقرروا مصير سوريا، سوريا مش موجوده على الطاوله والعرب مش موجودين على الطاوله. ليش عم اقول هذا الكلام؟ لا لوصل لنقطه انه نحن هون بالداخل اذا ما حصلنا وجودنا وحضورنا. ونرجع لخطاب سعد الحريري سنة 2007 بالبيال، وقت اللي قال وقف كل الحياة السياسية في لبنان حتى حل مشكلة السلاح. أنا ضد خبرية أنه حيدوا موضوع السلاح. هذا الكلام شيخ كنا عم نسمعه بظل الاحتلال السوري، أنه خي أنتوا شوفوا كيف متعاملوا، رحنا على واشنطن اللي فارس سعيد فارس سعيد محفوظ قالوا لنا بي واشنطن ما بقى تضيعوا وقتكم، طلبوا بإعادة الانتشار، ما في شيء اسمه استاذ محفوظ انسحاب. بلا اليوم ظرف إقليمي ودولي وخارجي، أنت كلبناني إيه بدك تعمل؟ بدك تكوني حاضرة. طيب، في دفور بدك تعمليه، عم نعمله نحن ما عم نعمله. انكفاء مش طبيعي. شو أنه نحكي يوميا على مش نحكي في ترجمة عملية؟ لا بفيد. شو طيب يعني شيخ، بس إذا بتسمع لي هيك عرضا من بعد إذنك بالموضوع رح لي شو بفيد حزب الله؟ لا أبدا، بخلي الساحة الشيعية تلتف على حزب الله وتعتبرك انك انت عم تطالب بيه. هذا اللي عم نقوله، انا ما بدي الغي حزب الله كفصيل سياسي في حين اسرائيل تهدد اطار شرعي، في حين المناورات ماشيه وتهديدات يوميه. على كل حال بدي اشكركم على وجودكم معنا، استاذ إلي محفوظ، سيد علي الامين، شيخ عباس الجوهري، اهلا وسهلا فيكم. بعد الفاصل مشاهدينا استمر في هذه الحلقه انا وديانا مقلد وفيلم سينمائي جديد حول السينما اللبنانيه وتاريخها. فاصل ونعود. شكرا، اهلا. هي السينما بلبنان دايما كان عندها مشكلة مع الحاضر، هذا الحاضر غالبا مش واضح، مش عم بيعرف كيف بده ينقرأ، كأنه لنقدر نقريه مجبورين نرجع للماضي. هيدي منطقة منكوبة، فبتصيري بتحسي مش بمسؤوليتك بس كمخرجة أو كسينمائية أو كفنان، كإنسان عايش بهالمجتمع عنده صوت بده يعبر عنه. هلأ أكيد في باللاوعي تبع السينمائي عم جرب يخبر شيء تابع ومستأصل فيه. واليوم عندنا السينما كمان عم بتفتش على حالها مثل الهوية اللبنانية.
أنا ديانا مقلد اللي بتبعها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بعرف آرائها وبعرف موقفها، كنت بتوقع أنه شوفك عم تعملي نوع مختلف. شو أخذك على السينما؟ يعني كنت بتوقع تعملي شيء لبناني اجتماعي سياسي صراحة. هو اجتماعي سياسي، هو مش بس فني، بالعكس هو كتير في شيء من السياسة، لأنه هيدا الفيلم هو حكاية لبنان من خلال السينما، بمعنى الحقبات اللي مرقت فيها السينما اللبنانية شو كانت بتعكس. بعطيكي مثل انه بمرحله من المراحل بالستينات لما كنا صغار كنا نحضر الافلام اللي فيها مصري وسوري ولبناني ولهجات، وهلا عم نرجع نعيشها. هالشيء ما اجى هيك بس لانه كان بده ينعمل، لانه مهضوم، كان لانه في تأميم للسينما بمصر، السينمائيين المصريين اجوا على بيروت، نفس الشيء كان بسوريا، فكانت بيروت مركز انتاج. اللهجه اللبنانيه ما بتتسوق عربيا، فكان يطعم بالسوري وبالمصري، فانعكاسات الوضع السياسي دائما بتنعكس بالسينما. بمرحله الوجود الفلسطيني بلبنان كمان الصناعه السينمائيه تاثرت بافلام العلاقه بالمقاومه الفلسطينيه، العلاقه بالقضيه الفلسطينيه، بعدين اجت سينما الحرب. يعني الفكرة هي أنه كيف الأوضاع العامة بلبنان وبالمنطقة انعكست على السينما، إن كان بالمضمون، بالشكل، بالنوعية، بالإنتاج، بالتوزيع حتى. يعني كتير انحكى بالفيلم عن مشكلة اللهجة اللبنانية لأنها تتوزع بالمنطقة العربية. شو مشكلتها؟ ما بعرف. بالأغاني عم توصل بس بالأفلام توصل. أصعب يعني. عملياً هو الفيلم الوحيد اللي توزع هو المصري، اللهجة المصرية والأفلام المصرية هي اللي كانت تتوزع عربياً، بس باقي الإنتاجات العربية المحلية ما لقت أسواق. شو أفضل أو أبرز مرحلة فينا نقول هيدا العصر الذهبي للسينما اللبنانية؟ كل حقبة إلى خاصيتها. يعني مثلا بأول السبعينات بس تشوفي الأفلام ويعني بتضحكي، بتشوفي هيك المضمون فيه شيء خفيف، بس كانت بتشبه مرحلتها. يعني أول السبعينات كانت في موجات الهيبيز وموجات التحرر العالمي، صحيح الإنتاج اللي انعكست فيها الأفلام كان كتير ركيك وفاني واللي بدك، بس بتذكرك شو كان عم بصير بالعالم بهديك المرحلة. طبعا في إنتاجات سينمائية لليوم بعدنا عم نعيش فكرة سينما الحرب والهوية والأزمة اللي عشناها خلال الحرب وهلأ، فبعتقد موضوع سينما الحرب هو بعده اللي مأثر أكثر أو الحاضر الأكبر بالإنتاج السينمائي اللبناني، اللي هو بالعموم بعده ضعيف إن كان بالحجم أو بالعدد. بعدنا لهلأ يعني ما عنا إنتاج كبير سنويا، وعندك مشكل كبير اللي له علاقة بالتمويل طبعا. اليوم انت تمويل من شبكة الجزيرة، سيعرض على الجزيرة. الجزيرة وثائقية، هي هيدا لصالح جزيرة وثائقية، بعد ما نعرض يعني قريبا مفروض يعرض. قريبا رح ينعرض ببيروت كمان مزبوط، او بس انت عاملة لونشينج؟ لا، انعرض بمهرجان بيروت الدولي للسينما، هيدا كان بريمير، هاي اول مرة بينعرض. لا هو حقوقه للوثائقية، فاذا في مهرجانات بده يشارك فيها، بس فاللي بده يحضر اللي بده يحضره فقط على الجزيرة الوثائقية. وثائقية. عندك فكرة امتى نعرضه؟ لا بعد ما تحدد. شو رح يشوف الواحد؟ رح يشوف دوكيومنتير او رح يشوف فيلم؟ رح يشوف وثائقي. وثائقي، ورح يشوف اذا بدك سميته انا عرض بصري للافلام. يعني في سلكشن كبيرة للافلام من ايام الابيض والاسود، لافلام فيروز، لافلام السبعينات. يعني في مجموعة من الافلام اللي هيك صورها عرضها غني بصريا، وفي افلام ما كتير انتشرت، افلام المؤلف، افلام برهان غليون، افلام مارون بغدادي، زياد الدويري، حروب صغيره. يعني في اذا بدك هل هيك الاختيارات اللي بتعكس الحقبات اللي مرق فيها. حضرتيهم كلهم؟ اي طبعا، وجمعتهم كلهم وتواصلت مع المخرجين، مع شركات الانتاج. طبعا في اشياء ما اتاح لي اني اخذها، في شيء اخذته من استوديو بعلبك اللي لقمان سليم مؤسسة أمم جمعت الأرشيف، سمح لنا ناخد بعض المواد. نادي السينما عطانا مجموعة، فكان يعني في مرحلة جمع هاي الصور كانت أساسية، وهي اللي عطته إذا بدك الغنى البصري. تعتقدي بمشاهدتك ومتابعتك جورج نصر هو اللي حط السينما اللبنانية على أو كان البداية أنه تروح الأفلام إلى الخارج؟ كان أول مشاركين بعتقد بكان، هو أول من حضر، يعني أول فيلم لبناني حضر بكان كان عبر جورج نصر. هلأ قيمته أنه هو مازال يعني
الله يطول بعمره ما زال موجود. في كان هو وجورج قاعي قدرت تاخذي منه ايه هو موجود بالفيلم. ايه بيحكي بالفيلم واعطانا افلامه واعطانا صور، كان يعني اغنى الارشيف تبع الفيلم. في ثلاثه غيره قبل منهم كان علي العريس بس ما قدرنا نلاقي صور للفيلم لانه تصور يعني ما كثير ما توفقنا بقصه نقدر نحط الصور. بس ما في شك انه ايه نصر هو من يعني الرعيل الاول بهاي المرحله وما زال موجود وشهادته يعني الى قيمتها. من الرعيل الجديد مين بتلاقي انه بمواصفات عالميه او اخذ اذا بدك الاسم اللي بيستحقه؟ أكيد في نادين لبكي موجودة بالفيلم معك، مزبوط. في زياد دويري اللي خالق اليوم كونتروفيرسي كبيرة بالبلد، جدل كبير حول فيلمه اللي هلأ موجود. مين بتعتقدي ما أخذ حقه ومين بتعتقدي يعني هيدا النجم الصاعد بالسينما اللبنانية اللي ممكن يأخذها إلى مطرح أفضل؟ ما بحب احكي عن اشخاص لانه برايي موضوع الانتاج والتمويل والفكره كثير اساسي يعني، وانحكى جزء من النقاط اللي انطرحت بالفيلم علاقه السينمائي بالممول، الممول اللي هو بالغالب اوروبي، معظم الافلام اللي من هالطراز هيدا عم نحكي عن ممول اوروبي، اما الافلام التجاريه عم تحكي عن تمويل محلي براعي متطلبات السوق، يعني مره حلوه سياره، هيدا النموذج التجاري اللي صار شائع بالأفلام الأخيرة. بس إذا عم تحكي على أفلام سينمائية إلى قيمتها فعم تحكي مع ذائقة ممول غربي كمان شو بده يشوف من لبنان. ما فينا ننسى يعني أنا بركز على هادي زكاك ومجموعة من السينمائيين الشباب اللي كمان عندهم انتاجات كتير مميزة فنيا ولكن ما قدروا يحصلوا على تمويل كبير. طبعا أنا ما يعني زياد ويري أكيد من الأسماء الأساسية بالفيلم وبهاي الحقبة، بس كمان لأنه أخذ التنشن كمان لأنه عمل ضجة. بس في مجموعة أخرى إلي داغر من اللي أخذوا جوائز عالمية، السعفة الذهبية بكان على صحيح. فيلمه الأنيميتد اللي عمله ب 2015 موج، كمان شاب واعد وصغير ويعني في مجموعة في شريحة بس برا عم تاخذ هالجوائز من خلال إنتاج غربي، ما عم نوصل بعد لإنتاج محلي كبير. في مشكلة تمويل لأنه الأفلام طبعاً. اللي بدها تمويل كتير ما عندك سوق اليوم إنه يطلع حقه الفيلم. صح في مشاكل كثيره من القرصنه، هيدي وحده من المشاكل. ومنها انه اللبناني كمان في انه اللبناني مش بسهوله بيروح بيحضر فيلم اللبناني، بفضل الاجنبي اللي بيعرف انه رح يكون برودكشن جيد كل شيء منيح. ما في ثقه بعد انه بحضر فيلم لبناني، بشجع يمكن مره مرتين بس مش دائما. بس كمان ما نظلم الجمهور، اذا الفيلم حلو انا بعتقد بيحضروه يعني وبيستمر بدل صلات وشفنا تجارب. بس هون السؤال قديش الاسواق اللبنانيه قديه شباك التذاكر قادر يحمل انتاج ضخم ويعوضه. عشان هيك كانت مثل كولات نوفل مديره مهرجان بيروت للسينما عم تحكي انه سوق التوزيع هو الاشكاليه، انه الفيلم اللبناني ما عم ينعرض بالخليج، ما عم ينعرض بالدول العربية. فيليب عرقتنجي قال انه فيلمه البوستة اللي هو كان اول فيلم لبناني انعرض بمصر انعرض بصفته فيلم اجنبي مش بفيلم بصفته فيلم عربي. فهون منيجي لقصة التوزيع، وهيدا انا برأيي بيشبه مشكلة المنطقة كلها وعلاقتها بالفن والثقافة شو وضع السينما اللبنانية اليوم حاليا؟ يعني الانتاجات بالسنة قدي عم بيكون في كم فيلم؟ ما بعتقد عنا ما في انتاج كبير، ما في يعني اقل من 10 افلام بالسنه بالصالات، ما بعتقد اكثر. بكل اللي حضرتيه شو اللي بتقولي هيدا ضروري ينحضر، هيدا لازم كل الناس تشاهده؟ يعني انا مثلا بالافلام بحس مثل فيلم غدي جورج خباز بحس ضروري ينحضر مثلا. ما حضرته بعتذر بس ما حضرتي؟ لا ما حضرته بس صعب اني هيك ما بدي احكي عن اشخاص او عن افلام. بحس حتى كراميل نادين لبكي بحس كراميل انه ضروري ينحضر مثلا. الفيلم اخترنا فيه المخرجين والافلام اللي عملت تميز بحقبتها خصوصي اللي تم الاعتراف فيها دوليا. كراميل حكينا مع المنتجه توسان اللي هي بفرنسا اللي تبنت نادين لبكي ودعمتها وليش من وجهة نظرها ممول مثلها بشو ممكن يهتم بسينمائي أو بفيلم بلبنان أو شو بالمنطقة. كان الجواب؟ شو الاهتمام بلبنان؟ لأنه كان بلد فرانكوفوني أو شو الرابط؟ أعجبت بشخصية لبكي بحضورها وبفيلم بتناول المرأة
يعني هي عبرت عن هالأفكار هاي، يعني هاي أكتر شيء جذبها في يعني، وهي منتجة كمان عندها ذائقتها الخاصة، فحكيت عن هالعوامل هاي. برجع بقلك أكيد في مثلا حكي كتير مخرجين عن أنه إذا أنت بتقدمي لهم قصة حب عادية للممول الغربي يمكن ما كتير بده شيء، أنه أنت لبنان بالنهاية، لبنان بمحيط منطقة مأزومة، فبدك قصة اجتماعية يكون فيها امتدادات العقد اللي لها علاقة بالطوايف، اللي لها علاقة بالحروب والأزمات في حوالينا، سوريا وإيران وتركيا وإلى آخره. فطبعا هاي آراءهم، أنا عم بعكس شو، بس أنا بعتقد في شيء من المنطق اللي هي صعوبة العلاقة مع الممول، وأنك أنت تطوعي الفيلم اللي بدك تعمليه لا تقدر تجيبي له تمويل، وهيدا تحدي. قديه في بعد قدرة تغيير عبر السينما؟ يعني هلا كنا عم نحكي بحديث سياسي، يمكن أكترية الناس ما بتحضر بقى حوارات سياسية، تعبت، مش كتير في متابعة، خلينا نقول حتى نشرات الأخبار مثل قبل بيتكلوا أكتر على شاشة النقالة معهم هواتفهم الذكية ليخطوا الخبر. تغيرت نظرة الناس للميديا ولا تلقيها للخبر. مزبوط. هل السينما في يكون عامل تغييري بتقديم الموضوع، خاصة أنه في كتير أفلام هلأ لوين وغيرها، صح، وأفلام تعاطت بالواقع السياسي اللبناني وتعقيداته؟ أكيد السينما والدراما والفن بعد لهم محلهم، يمكن مش الكل بيحضرون بالشاشة، صار بيحضرها على نتفليكس، صار بيحضرها على الديسك تبعه أو على يوتيوب أو whatever، بس السينما موجودة. بعتقد أثرها بيضل باقي لأنه بتخاطبنا كأفراد، يعني أنت بتتفاعلي مع الشخصية، مع القصة، مع الحوار، أوقات أكتر ما بتتفاعلي مع قصة حقيقية. يعني السينما بتشيلك من هالعالم الواقع حتى لو القصة واقعية، بس بتخاطب لك هيك مشاعر. عشان هيك أوقات إذا الفيلم فاشل بيعمل ردة فعل سلبية تجاه القضية اللي عم بيطرحها، فمعيار نجاح الفيلم أساسي ليوصل الفكرة تبعه، أو المبالغة بأفلام الأكشن، بأفلام الحرب كمان هيدا بيعمل ردة فعل عكسية. أنا بعتقد استهلاك الناس للأخبار، للمعلومات اللي كنتي عم تقوليه موجود، اتغيرت طريقته. يعني أنا بعرف من حالي، أنا أثر أكثر مشقف عبر صفحات السوشيال ميديا أو عبر الواتساب، يعني أنت بتعرفي هاي شو قال وهون شو قال، بس بالمفرق بيجيكي شير من هون أو بوست من هون أو حدا لفت لك نظري، بتلاقي حالك عرفتي شو صار، بس مش أنك أنت قعدتي على تلفزيون وحضرتيه، لا، صار يوصلك من محلات مختلفة، بس بالنهاية عم تتلقي المعلومة، وسيلة تلقيها هي اللي تغيرت. اليوم شو أخذك على الإخراج ديانو؟ يعني أنت أنا أخرجت الفيلم، كتبتي مؤخرا الأفلام اللي عم بعملها بآخر 6 سنين، أنا عم بتولى يعني إخراجها وإعدادها. ما بدعي أنا مني سينمائية، أنا صحفية، اشتغلت طويلة بالتلفزيون، مزبوط، وبحس أنه بدي أقدم الفكرة اللي أنا مقتنعة فيها حتى بصريا، طريقة التصوير، التسلسل، اللقطات، اللغة البصرية اللي بدي أقدمها بالفيلم بدون ادعاءات فنية. أنا ما درست سينما، بس بفهم بالصورة، بعرف شو بدي أقول، وبالنهاية أنا عم بقدم مضمون صحفي تلفزيوني صحفي، ما عم بتعدى على الدراما أو على الإنتاج السينمائي. فمن هالزاوية أنا بعد أفلامي. شهر الجاي عندي فيلم بده ينعرض على قوانين الأحوال الشخصية بلبنان، رح يكون في له عرض خاص كمان. رجعت إلى المطرح اللي أكثر، ما تركت ولا لحظة، ما تركت أبدا، بالعكس هيدا يعني. أي مقاربة لهذا الفيلم؟ الفيلم بيعرض تجارب مجموعة من السيدات اللبنانيات مع محاكم، معاناتهم تماما مع المحاكم الشرعية من مختلف الطوائف بقضايا الطلاق والحضانة والزواج، بشكل يعني هيك تفصيلي، تجارب بعتقد في اشياء منها بتنحكى لاول مره. يعني هيدي الاشياء هي كلها حقيقيه طبعا، يعني كمان قصص واقعيه مع وجههم مكشوف، طبعا مع تجربة. ما في ولا شخصيه مغطايه، كلها باسمائهم الظاهره، بدهم عم بيحكوا عن تجاربهم. شو بدك تقولي من وراء هيدا الفيلم؟ انه لازم يكون في قانون واحد لشعب واحد، او أكيد شو الهدف بالإخير؟ طبعا الهدف انه لازم، نحن بحاجه لقوانين مدنيه، تحديدا بقوانين الاحوال الشخصيه. قوانين الاحوال الشخصيه يعني مش معقول نحن ببلد عندنا 18 قانون ل 18 طائفه لمواطن، مش واحد معقول انه انت بعد عندك
بدك يعني تناقشي إذا زواج القاصرات أو الصغيرات ما بيجوز، أو أنه المرأة من حقها أنه تطلق، من حقها تحصل على الإرث بشكل مساوي، يعني مجموعة من شو بتعملي بالمسألة الدينية في هذه الحالة؟ المتدين الملتزم بدينه هون كيف بده يتقبل هذا الكلام أو يقاربه؟ هون بنوصل لجدل. أنا بعتقد الدولة بدها تكون دولة للجميع، وبالتالي القانون ما بده يكون قانون ديني، قانون مدني. خيارات الدين، وأنا بعتقد في كتير من المتدينين والمتدينات بيعرفوا أنه هاي القوانين عم بتوصلهم أحياناً لحاطئ مسدود، ببساطة لأنه في 100 تفسير وفي 100 رأي ديني ضمن الطائفة الوحدة. بس القوانين الوضعية كمان بتوصلك إلى مشاكل أحياناً، أو بتأدي إلى ظلم ما، لأنه القاضي بينفذ القانون بالنهاية، مثل ما قاضي الشرع أو المحكمة الروحية بنفسه. أنا بحكي عن منظومة قوانين تراعي الحقوق والمساواة بين الرجل والمرأة. قوانين الأحوال الشخصية لا تساوي بين الرجل والمرأة في لبنان، ولا تساوي بكل المجالات، ما بتساوي لا بالإرث ولا بالحضانة ولا بالطلاق ولا حتى بالزواج، لأنها مستندة على الشرع، مستندة لا يعني عندك للدين. صحيح، مستندة إلى الدين، وهيدا موضوع بطل تابو بلبنان، بس موضوع مش مقبول فيه. وشفت الحملات على كل حال اللي صارت طبعا، وهلا بتوقع حملات مزيد من الحملات، بس انه دليل انه في حاجه له هو خلينا نروح على المحاكم الشرعيه ونشوف القضايا العالقه. انا بهيدا الفيلم زرت مختلف المحاكم الشرعيه لكل الطوائف، وشفت بام العين المشاكل اللي عم بتعاني منها السيدات والاطفال والرجال احيانا. هل الوضع بالسوق اللي بنسمع عنه ام أسوأ؟ في اشاعات اكثر؟ لا ما في اشاعات، الوضع كثير سيء. بدي اسالك عن مساله الترهيب على السوشيال ميديا. انا مقلد اوقات بتقول رايي في مجموعه، هلا كل طرف صار عنده جيش الكتروني، طبعا هذا صار بيجي مع عده الشغل، انه قبل كانوا يفتحوا تلفزيون يعملوا جريد، هلا جيش الكتروني قبل كل شيء. وبيكون في توجيه، مثلا صفوا جبهة ديانا تنفترض، في كتير ناس عم تتأثر أكثر من شخص صاروا إيدين، اللي مثلا إحنا رح نطلع من تويتر. مزبوط. شفتيها أكيد هيدي الحالة اللي بيقولوا خلاص ما بدنا. اليوم كيف عم بتواجهي الترهيب اللي عم تعرضي له، اللي عم تعرض له غيري كمان من الأشخاص اللي بيقولوا رأيهم مثل ما هو، وشو العلاج لزيدك الناس تفرق اليوم بين رأي حر وبين مجموعة موجهة من مكتب معين، أو 10 أكاونت بديرهم شخص واحد؟ ما في شك أنه هيدا مجال جديد جربنا حالنا فيه قبل ما غيرنا يجرب كيف بده يتعاطى معنا. أنا بهالكم سنة اللي هيك جربتكم فيهم نشيطة على تويتر أو على فيسبوك، مرقت أكثر من مرة اتعرض فيها لهجوم كتير عنيف وتجريح وألفاظ يعني سيئة جدا. مع الوقت ما يعني قررت انه انا مش رح اتراجع عن ارائي، بس كيف بعبر عن ارائي؟ انا ما بجرح بالشخصي، ما بهين، ما بسب، بعلي سقف موقفي، بس ما بستخدم عبارات جارحه، ما بستخدم مسبات او بذائه او أكيد. بس في ناس بيستخدموها اكيد بالرد عليك، هو هيدا بس ما في، لو بيقارعوا الحجه بالحجه كان اسهل بكثير، بس بيجوا الى الشتائم، الى صح احيانا التحريض، واحيانا الى الشخصي. الى الشخصي اللي هو مؤذي وظالم يعني، وخاصه اذا كانت مرأة. فهون هذا كمان هذا الاستخدام المنحط بالبدايات غريب. كنت كثير اتوتر، كان صادم، كنت تفرك معدتي ومدري شو. هلا بس اول ما اقرا تعليق بس شوف مسبب بلوك، وفعلا ما بقى يأثر فيه وما رح غير رأيي. أنا مقتنعة باللي عم بقوله، وبعتقد في حاجة أنه نخلق نقاش منطقي مش نقاش شتائم ومسبات. اللي بده يشتم يعني في منهم عم يتجهروا، عم بيلاقوا طريقة سريعة اللي مزيد، بس بتعرفي كمان في ناس عقلانية موجودة، مش عم بحكي بس عنك وعني وعن، لا لا يعني عم بحكي في ناس رائعين، ليه واحد موجود؟ لا لا بقصد في ناس، مش كل الناس رح تتجاوب، في ناس تنجرف شوي ورا الشتيمة لأنه بتلبي حاجتنا النفسية وقت نكون معصبين، بس بعدين حيكتشفوا أنه هيدا أوكي لوين وصلت، طيب سبيته، قلت عني اللي بدك إياه، شو صار؟ شو تغير؟ بعدين أنا رح ضل قول رأيي، وانت رح تضل منرفز او انت رح تضل معصبه، استفلوا. لبنيز ميمز عم بتتابعيهم؟ اي صفحه حلوه،
تدعي إلى تقارب، وعبر النكتة بيعبروا عن كثير من المسائل، النكتة المهضومة الذكية. بدي أشكرك ديانا مقلي. شكرا كثير. وبدي مهد لبعد الفاصل نتوفق، بدنا نستقبل شفيقة لبان، شفيقة اللي هي CEO لبنيز ميمز، انتقلوا من صفحة عادية إلى أنه صاروا بزنس وهن ستارت أب، فحابين اليوم نعمل إطلالة عليهم. شكرا لك ديانا مقلي، إن شاء الله بنشوفك على الفيلم الجاي. Thank you. إذا كان ذلك متاح. إذا فاصل المشاهدين وتنضم إلينا شفيقة اللبان. من سنة 2012 على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام في صفحة اسمها لبنيز ميمز، معي رئيسة مجلس إدارة لبنيز ميم سولوشن. مظبوط مظبوط شفيقة اللبان، أهلا وسهلا فيك. Thank you so much. عمرك 25 سنة صح؟ حولتي صفحة للنكات المهضومة الساخرة للنكتة النظيفة الحلوة اللبنانية إلى بزنس. قبل ما نوصل للبزنس، لبنيز ميم شو هي وليه هالقد أخذت انتشار؟ أوكي، لبنيز ميمز هي مجتمع على المواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستغرام وتويتر، منجمع اللبنانية حول النكتة، البسمة، بعيد عن الطائفية، بعيد عن السياسة، بعيد عن الدين. هدفنا نضحك العالم ونحسسهم بلبنان المظبوط، وبهال يعني سبيشلي الناس اللي بالاغتراب مثلي. نجي على لبنان، مش كتير منجي على لبنان. أنا من أستراليا مظبوط، ما منجي كتير على لبنان، بس منحس يعني we feel Lebanon through Lebanese memes. هلأ صرت بلبنان أكتر من وراء لبنيز ميم، من وراء الشغل. أنت الوحيدة اللي عملتي خلينا نقول هجرة عكسية، رجعتي من أستراليا على لبنان. عادة لبنان اللي بيغترب. صح مظبوط. أنا أهلك هاجروا، أنت رجعتي. مظبوط، أهلي هاجروا من 20 سنة على أستراليا، وأنا رجعت بعد 25 سنة. رجعنا على لبنان. كيف لبنيز ميمز أسسها سام ترابلسي؟ مظبوط، دكتور سام ترابلسي. بنقول له هاي لدكتور سام ترابلسي. بس أنت اللي نقلتيها أنها صارت بزنس؟ أنا وسام نقلناها سوا. كيف؟ براند، في اسم، في مجتمع. بس كيف قررتي قلتي انه هيدي فيها تكون جود ستارت اب؟ لانه لقينا انه الحاجه بالمجتمع لا سوشيال ميديا بس يكون ينشغل صح. اللي بنعمله نحن، بنعمل سوشيال ميديا مانجمنت. اذا نحن شيء نجحنا فيه وبنهنا يعني قدام العالم والمجتمع انه بنقدر نعمل كوميونتي على السوشيال ميديا، اكيد نحن بنقدر يعني تو ريبليكيت هذا السكسس تبعنا مع الكلاينتس اللي بنشتغل لهم. طيب انتم بنيتوا نجاحكم على النكتة وعلى شيء مهضوم، ناس بيعملوا فولو دغري بسهولة لصفحة بتقول شيء مهضوم لذيذ بتضحكهم، بس اليوم انك تنقلي هالشيء لبزنس او لشخص كتير اصعب. اكيد. فكيف عم بتقولي لي انه الشغل اذا كان مظبوط، كيف بيكون مظبوط كمانجمنت كاداره لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ صح. سو في شيء نحن بنشتغل عليه كثير هو الانجيجمنت، تفاعل العالم. بنستخدم شيء اسمه انفلونسرز، مؤثرين بالسوشيال ميديا. ما بنشتغل سوشيال ميديا بس انه عملنا بوست حلو ديزاين ونزلناه، يعني وي جو بيوند ذات، تروح ابعد من. ابعد من هيك. نعمل فولو العالم، نعمل يعني we take it the extra step لحتى نعرف to create customers. هذا الهدف تاعنا، لتخلقوا زبائن. مزبوط، بدنا نخلق زبائن. مين زبائنكم مثلا؟ فيني اقول اسامي؟ لا بس زبائنكم هن اكثر بالفن او هن اشخاص بدهم يعملوا positioning لحالهم ينعرفوا، او هن products؟ في عنا شركات اللي هن، في عنا products، في عنا beauty institutes، في عنا public figures، في عنا a whole range يعني من different industries بنشتغلهم social media، وكل industry إلى process معين بنمشي فيه. تاخدوا سياسي؟ سياسي؟ بناخد سياسي بس بطريقة يعني we don't go to sides. We work on creating a professional image. تخلقوا له صورة محترفة على السوشيال ميديا عم نحكي. مزبوط، وبروفيشنال لأنه في كتير
سياسيين او public figures عم يطلعوا على السوشيال ميديا وعم يكونوا بطريقه unprofessional او منا up to date وما في هالcontinuous. شو خبرتكم تتقولوا انه نحن بنقدر نعطي هيدي الحلول اللي هي فيها احتراف؟ اوكي خبرتنا انه نحن يعني عمرك 25 بس مزبوط. بدي اقول مزبوط بحكي عن حالي خبرتي. انا ولا بعلم بالجامعه باستراليا، بعلم بزنس، بعلم مانجمنت، يعني عندي باك جراوند بالهوسبيتاليتي وبالكاستمر سيرفيس. كنت مديره اوتيل؟ كنت مديره اوتيل مزبوط بسيدني. فبستعمل انا بدي افهم امتى لحقتي تعمليهم Well, بس خبرتكم الديجيتال شو هي؟ yes. خبرتنا الديجيتال هي through الكوميونتي، through الانفلونسرز، through الكونكشنز. يعني هيدا الشيء اللي احنا اللي بيفرقنا هو انه عنا اكسس على كوميونتي توصل لنيرلي 2 مليون لبنانيز بير ويك. كيف بتوصلوا لهم يعني؟ شو الريتش؟ سو كل صفحه عندنا بين الانستغرام والفيسبوك في عندنا شيء اسمه الريتش، يعني بننزل بوست بيوصل تقريبا للمليونين لبناني بير ويك بالجمعه. طيب انتوا بتتكلوا على النكات؟ عم نحكي يعني بتنزلوا نكت، بتنزلوا جوكس على اللبنانيز ميمز؟ مش دايما بس نكت، عم ننزل اذا هلا باللايف ستريمز بننزل بنطلع لايف نحكي بمواضيع انترستينج، مواضيع كونتروفيرشال، بنعمل مقابلات. عملنا مقابله مع حضرتك وي ميت وذ بابليك فيجرز وذ سيلبرتيز. يس مزبوط. فبنحكي بتوبكس كونتروفيرشال، بنسمع للفانز، منخليهم هن يعطوا رأيهم كمان. فهذا كتير مهم انه منخلي العالم تعطي رأيها ويصير فيها الانجيجمنت. بيعطوا رأيهم وبيعطوكم كمان كونتنت، بيعطوكم هن yes. احيانا انه yes. so, نحن مش كل شيء بينزل على البيج انه من اور كرييشن، لا بنعطي كريدتس. وكثير بنحب انه الفانز بعثوا لنا شيء او اذر انفلونسرز بعثوا لنا بوست، اكيد بننزلهم عنا. اتس لبنيز ميمز از ا بلاتفورم فور ايفري ون تو شوكيس ذير ورك. كمان نحن وي ابريشيت تالنت، فمنشان هيك ما عندنا اي مشكل. ومركزين انتم على اللبناني لبنيز ميمز، بس العالم العربي هو بيحكي لغه واحده. عندكم انتشار خارج لبنان ام حصرينا بس ببيروت بلبنان؟ لا، في عنا انتشار برات لبنان. في عنا هلا a huge Syrian market كمان. One of our admins is not Lebanese, Lana. لا thank you كتير لانا. She's of Syrian descent. إيه مزبوط. هي مستلمة عنا الأكاونت كمان. ما عم تفكروا تعملوا Syrian memes أو هيدا Lebanese memes؟ هاي الشيء اللي نحنا لو اسمها البيج Lebanese memes، لأن أول ما تأسست هيك إنه اسمها هيك، بس نحنا بنشتغل على Unity، على 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 الوحده. واللبناني هو بطبيعته وفيري ويلكمينج، وين ما بنروح بالعالم بيعرفوا العالم انه اللبناني يعني بحب الكل وبيقول اهلا وسهلا للكل. كم موظف انتم؟ قد مومنت موظف بشركه لبنيز ميم سولوشنز، نحن تقريبا 10 امبلويز هول السبتين. يس يس، بيكون عندنا كمان انترنز، بنعمل انترنشيب اوبورتونيتيز لجرافيك ديزاينرز، فوتوغرافرز. اليوم بده يتواصل معكم، كيف بيتواصل؟ عبر الصفحه؟ شو عبر الصفحه؟ فيهم يعني احنا ذا ايزيست ثينج انه يتواصلوا معنا. فيهم يحكوا معنا عبر الانستغرام، فيسبوك، تويتر، او حتى باي ايميل. يعني اتس اول افيلبل اونلاين. قد ايه مهم اليوم انه الواحد يكون موجود أونلاين؟ يعني في أشخاص بعدهم بيقولوا لك إنه أنا حياتي ما بدي أعرضها وما بدي أكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شغلة ما بحبها وعم تأذي المجتمع بمحلات معينة. ممكن عم تأذي المجتمع بتفكيره، بس إذا هلا نحن بدنا نحكي بهيدا الوقت ونحن ب 2017، إتس يعني if you're not on social media عن جد you're not alive، especially بالبزنس. لأنه هلأ انتقلنا لمرحلة الأونلاين شوبينج، أونلاين ستورز، العالم ما ضروري تطلع من بيتها لحتى to do business and connecting the world. هيدي that's the next عم تحكي بالنسبة لقطاع الأعمال إجباري ضروري يكونوا موجودين، صح. ماذا عن قطاع الأشخاص؟ عم بحكي individuals اليوم. حتى individuals إذا بدك تعملي personal profile لإلك، branding، أول شيء إذا بتقدمي على الشغل، أنا بعرف من حالي لما إن كان لما كنت أقدم على الشغل أو إذا حدا بيقدم دغري بتفوتي على لينكدين
بروفيشنال نتورك يعني نتورك يو تشيك ذيس بيرسون بتشوفي وين شاغل شو عامل كيف شكله يعني اتس ذير بيبل تراستد يعني مور بصير عندهم ثقه اكثر لما بيشوفوا يور اونلاين براندينج في لها يعني بروفيشناليزم بالاونلاين براندينج وفي شغلات لازم تكون على السوشيال ميديا وفي شغلات ما لازم تكون شو ما لازم تكون موجوده على السوشيال ميديا هلا في بارتس اوف يور سوشيال لايف ما لازم تكون على السوشيال ميديا يعني واحد داهر سهران واتس مثلا اون لينكدين هذا موجود اكثر الوقت ما عم بحكي على لينكدين اللي هي للبزنس عم بحكي باقي السوشيال ميديا باقي السوشيال ميديا هلا العالم البزنس الامبلوي الامبلوير بفوت يعني بفوت وبيشوف صاحب العمل صاحب العمل بفوت وبيشوف الانستغرام والفيسبوك تبع اذا موظفين سهرانين بيزعل ما بيزعل ما بيزعل بس بيزعل اذا ثاني يوم ما اجوا على الشغل اوكي فانتبهوا نسقوا مزبوط نسقوا مزبوط انه العالم صار صغير العالم يعني صاحب العمل في يعرف وينكم لا انا عم بحكي انه في اشياء مثلا ما لازم نحطها مثلا انا عم بحكي بعض الامور انه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف عليها كثير اكل صح منصور منحط الاكل هيدا يمكن ما بعرف اذا دبيت موجود ام لا في ناس بتحس انه يمكن منا شغله كثير حلوه نفرجي كل شيء اكلناه صحنا او لبسناه او 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 منقتني هيدا هيدا الفكره هل لازم انا فرجي مثلا انه انا بقدر البس براندز مثلا من فوق لتحت كل شيء ام بجرب خبي شو في كرايتيرياز بهالقصص او ما في معايير ما في معايير لهذا الشيء بس هو بيرجع للشخص هو قديش بده يكون اوبن عن حياته وعن يعني في بتلاقي ناس بيفرجوا اولادها بيفرجوا يعني الليتل ديتيل بكل نهار تبعهم شو عم بيصير هيدي اتس ا بيرسونال تشويس هلا ات داز جيت يعني على السوشيال ميديا في ناس بتصير بتقول لا اتس تو ماتش كفولوور انا عم بحكي او فان لشخص اذا بفوت كثير بحياه السليبرتي او بيصيروا العالم لحالهم بيعملوا ان فولو لانه ببقى في شيء انترستينج بتشتروا فولورز لليبانيز ميمز او للكلاينتس اكيد لا ابدا اذا الكلاينت بيجي بيقول لكم انا بدي حساب ما بدي بلش تحت ال 10000 ما بتشتروا له فولورز مش بتشتري فولورز في حسابات العالم تعرضها للبيع بيكونوا ريل اورجانيك اتس مثل صار في تجاره بال حسابات الانستغرام والفيسبوك فيك تشتري هيدا الحسابات بتكون موجوده لهيدا الهدف لهيدا الهدف بس انه عليها قسم من المتابعين لاسباب لها علاقه بشو بحطوا وفيك انت لما بدك تشتري حساب على الانستغرام بيعطوكي مثل اوفر فيو من وين الفولورز وقديش اعمارهم شو اخر نكته فيك تخبرينا اياها باخر هالحلقه اخر نكته في a couple of viral videos كان في على البيج اخر شيء كان viral هو فيديو مدام نادين داهر اللي عمله كرم فرحات هو هيز ان انفلونسر اون سوشيال ميديا كمان تبع اتيكيت الموز كيف تاكلي الموزي بالشوكه والسكينه فهيدا it was a huge success that's the most recent يعني على السوشيال ميديا كيف طلعتي بتاكليها للموزه؟ طلعتي بتاكليها بالشوكه وبالسكينه ما كنا عارفين ابدا ما كنا لا سو ما كان جبالنا حتى exactly. انه معقول اكزاكتلي بس تعلمنا سو وي سي ثانك يو مدام نادين لانه علمتنا بدي اشكرك كثير اكيد ثانك يو مدام نادين بس ما رح نكرر الشوكه والسكينه بدي اشكرك كثير شفيقه لبان على وجودك معنا واشكر كل اللي بيشتغلوا بلبنانيز ميمز وسام ترابلسي على شغل مرتب محترم بعيد عن الشتيمة بعيد عن أي شيء بفرق اللبنانيين لبل تجمعون كل الوقت بهالصفحة أهلا وسهلا فيك مرة جديدة Thank you so much جديدنا أشوفكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء